بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن خالد جدلة ضيفا على البيت الكبير. أما في الفقرة الثانية الأستاذ محمود صبري والأستاذ محمد القوصي في ضيافتنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة. أبدأ الحلقة النهاردة الحقيقة وأتكلم عن واحد من أساطير النادي الأهلي، النجم الحقيقة اللي دايما كلنا بنتكلم عنه، كابتن ثابت البطل. النهاردة الذكرى ال 19 لرحيل أسطورة الأهلي اللي وافته المنية في 14 فبراير عام 2005. كابتن ثابت البطل هو واحد من رموز القلعة الحمراء وواحد من اللي خدموا النادي الأهلي حتى اللحظات الأخيرة في حياته. كلنا فاكرين طبعا لقطة مباراة القمة ضد الزمالك وحرصه على التواجد رغم المرض، مشهد خالد سيظل هذا المشهد دائما في ذكرانا جميعا الحقيقة، أو في ذكرى جماهير النادي الأهلي الوفية لهذا الأمر. كابتن ثابت البطل أعطانا درسا في الوفاء والانتماء للنادي اللي ترعرع فيه وتربى داخل جدرانه. الحمد لله، يعني أنا من الناس اللي عاشرت كابتن ثابت البطل، طبعا لم أعاشره كلاعب ولكن عاشرته كمديرا للكرة، واحد من أفضل الناس اللي تتعامل معاها في حياتك. زي ما قلت لحضراتكم، هذا الرجل أو هذا الشخص اللي أمام حضراتكم كان له دور كبير جدا 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 في وجودي في النادي الأهلي. واللقطة اللي حضراتكم شفتوها من شوية لما كان متغطي بالبطانية، أنا كنت متواجد جنب كابتن ثابت في هذه اللحظات، ومن الأوقات أو من اللحظات الصعبة جدا 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 في حياة الواحد. اليوم اللي الواحد عرف فيه أن الكابتن ثابت البطل توفاه الله. ثابت البطل أسطورة أهلاوية. ثابت البطل هو الاسم الذي تسمعه فترى أمامك صورة تجسد الانتماء والرجولة والإخلاص وكل المعاني النبيلة التي عرفتها ملاعب كرة القدم. ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 1953 بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وانضم البطل للفريق الأول بالأهلي عام 1974 وحتى إعلانه الاعتزال عام 1991. لم يعرف سوى قميص المارد الأحمر والذود عن مرماه بكل بسالة. حقق ثابت البطل بطولات متنوعة مع النادي الأهلي الذي لعب له 225 مباراة، منها بطولة الدوري المصري 11 مرة، كأس مصر 6 مرات، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، الكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة. أما على الصعيد الدولي فتوج مع منتخب مصر الأول بكأس الأمم الإفريقية عام 1986 وصعود لنهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وساهم في صعود منتخب مصر للأولمبياد مرتين في عامي 1980 و1984، وفي رصيده 60 مباراة دولية. تولى البطل منصب مدير الكرة بالأهلي مرتين، الأولى في التسعينيات والثانية مع بداية الألفية، كما عمل مدربا لحراس المرمى في نادي بني ياس الإماراتي ومديرا للكرة بنادي الاتحاد الليبي. وتواصلت رحلة البطولات مديرا للكرة مع الأهلي، منها 6 بطولات للدوري الممتاز وكأس مصر مرة واحدة، والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين، وكأس السوبر العربي مرتين. عاش ثابتا ومات بطلا. كان مثالا ناجحا يحتذى به في الإخلاص والنجاح مع النادي الأهلي. ستظل في قلوبنا بطلا يا ثابت. بالفعل عاش ثابتا ومات بطلا. بعثة النادي الأهلي النهارده وصلت مطار هواري بومدين بالجزائر. الحمد لله فريق النادي الأهلي الأمور جيدة جدا. بعثة الفريق النهارده برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين. الجميع الحقيقة واقف وينتظر
المجموعه بالكامل الاستاذ طارق قنديل كمان، ولكن رسميا الاستاذ محمد الجرحي هو رئيس بعثه النادي الاهلي او فريق الكره للنادي الاهلي في الجزائر. زي ما حضراتكم شايفين حاجات جميله جدا جدا، ده اللي بنتكلم فيه دايما، ان عائله النادي الاهلي مهما تكن الامور بشكل رسمي وكل حاجه، ولكن في النهايه تتكلم عن عائله النادي الاهلي، عن ما يحدث داخل هذه العائله سواء فريق الكوره او غيره او غيره. الكل الحقيقه بينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراه، الكل الحقيقه مركز في مباراه البعض يجدها مباراه صعبه جدا، وانا من هؤلاء. أنا بشوف إن الماتش ده ماتش صعب جدا جدا جدا، مش مجرد ماتش بيتلعب وخلاص، مش عشان نتائج شباب بلوزداد، لا، خلي بال حضراتكم مثل هذه الفرق دايما بتغير تفكيرها أمام النادي الأهلي، أمام الوداد، أمام الأندية الكبيرة اللي هي الأندية اللي معروفة إفريقيا واللي الكل بيعمل لها 100,000 حساب، محدش يفتكر إن أنت رايح تكسب ماتش 3-4-0 وترجع. صدقوني يا جماعه الماتش ده صعب جدا جدا جدا، خصوصا بعد فتره التوقف الطويله. احنا ما عندناش فتره توقف، او خلال هذه الفتره كان معظم اللاعبين عندنا كانوا في المنتخبات الوطنيه المختلفه، ولكن التجانس وعوده التجانس مره ثانيه، عوده التجانس، كيف يعود التجانس مره ثانيه؟ ده اللي بيراهن، او خبره اللاعبين اللي بيراهن عليها مارسيل كولر خلال هذه المباراه، مين اللي هيلعب بعد وجود بعض الاسماء الجديده؟ مين اللي هيلعب بعد رجوع رضا سليم من الاصابه الطويله؟ مين اللي هيلعب؟ حاجات كلها بتشغل بال المدير الفني مارسيل كولر في ظل وجود اصابات كتيره جدا. خلاص، هل هيلعب حمزه علاء؟ هل هيلعب مصطفى شوبير؟ هل هيلعب مين اللي هيلعب في حراسه المرمى في عدم وجود محمد الشناوي؟ مين اللي هيلعب ناحيه اليمين؟ هاني ولا اكرم؟ ناحيه الشمال في وسط الملعب مع منعم وياسر ابراهيم، ولا رامي ربيعه وحد من الشباب اللي موجودين ومقيد افريقيا، ولا في وسط الملعب هلعب بثلاثه مروان وبقيه اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب مروان وامام وقفشه، ولا هلعب بثلاثي فقط في وسط الملعب يبقى عمرو السوليه، ولا هلعب بحسين، ولا هلعب بمين؟ أسماء كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا في دماغ المدرب. هل هيبدأ برضا سليم بعد هذه الفترة الطويلة، ولا هيقعده احتياطي، ولا هيحطه بره الفرقة؟ المدير الفني كيف يفكر في هذه المباراة؟ على الجانب الآخر، باكيتا النهاردة المدير الفني لشباب بلوزداد وهو بيتكلم، كلم إن أنا هحفز لعيبتي إن أنا أكسب هذه المباراة. طبعا هو عايز يكسب، طبعا، و عايز يكسب، وعايز يكسب وبفرق كبير كمان عن النادي الاهلي. لو كسب، خلي بال حضراتكم، شباب بلوزداد عنده اربع نقاط، لو كسب هيبقى عنده 7 نقاط، وبالتالي انت رايح في منطقه تانية، وهتخلي النادي الاهلي عنده 5 نقاط. يعني النادي الاهلي ويانج افريكانز عندهم 5 نقاط، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. كسبنا مدياما الغاني ب3 أهداف، الجولة الثانية تعادلنا مع يانج أفريكانز، الجولة الثالثة تعادلنا مع شباب بلوزداد بدون أهداف. ولكن لما تقعد تتفرج على ماتش الأهلي وشباب بلوزداد، هناك فارق فني، أنا ما بقولش لأ، ولكن فارق فني لصالح النادي الأهلي طبعا، ولكن في النهاية صدقوني يا جماعة الملعب شيء آخر. الملعب دائما ما يكون، وده الكلمه اللي انا دائما بقولها لحضراتكم وبقولها لكل الناس، ان الملعب مختلف، الملعب هو الاساس في كل شيء. ممكن تجد في الملعب عندك 11 واحد مارادونا، ويجي شويه لعيبه صغيرين يكسبوهم. كرة القدم فيها كل شيء صدقوني، فعشان كده أنا مش عايز الناس تاخد الماتش وتستخف الماتش، الماتش ده مش ماتش خفيف، أنت بتلاعب فريق عريق، فريق كبير، شباب بلوزداد من الفرق الكبيرة في الجزائر، من الفرق اللي عندها جماهير بالمناسبة، وهتشوفوا في الملعب هيبقى الدنيا عاملة إزاي. فالحقيقة لازم ناخد بالنا من مثل هذه الأمور، ولازم ناخد بالنا إنه إحنا كجمهور يجب علينا المساندة والدعم، وإن إحنا نعرف إن هذه المباراة ليست مباراة سهلة. لقطات زي ما حضراتكم شايفين من مغادرة مطار القاهرة، ومن وصول البعثة لمطار هواري بومدين بالجزائر. عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة، ونرجع نكمل كواليس رحلة النادي الأهلي في الجزائر. الأهلي بمن حضر، كلمة السر لنجاح المارد الأحمر على مر السنين، ومقولة راسخة في الأذهان دائما ما يرددها جمهور الأهلي العظيم
والمحب والداعم للكيان في المواجهات الصعبة والتي دائما ما تكون فيها الغيابات كثيرة للاعبين المؤثرين داخل الفريق. والأهلي بمن حضر كلمة السر في ظل وجود كوكبة كبيرة من نجوم القلعة الحمراء الغائبين عن المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد لأسباب مختلفة. يغيب عن الأحمر في مواجهة الجمعة المقبلة 11 لاعبا هم محمد الشناوي، أليو ديانج، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، محمود متولي، وسام أبو علي، محمد الضاوي كريستو، بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي. وفي إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، يستعد الجهاز الفني بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتجهيز البدائل المناسبة، وسيعول الجهاز الفني على كوكبة النجوم الموجودين داخل جدران القلعة الحمراء أملا في الحفاظ على مسيرته الجيدة في المشوار القاري حامل لقبه متصدرا مجموعته. خاض الفريق تمرينا صباح اليوم في القاهرة قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير يوم غد الخميس على ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن المباراة المرتقبة. ووضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة للاعبين من خلال رفع الحمل البدني، خاصة أن المواجهة أمام فريق يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم لعدم توقف الدوري الجزائري خلال الأجندة الدولية الحالية. والحقيقة كان وكالعادة الحقيقة سفير مصر في الجزائر كانوا موجودين، وسفير مصر في الجزائر المستشار رامي المبيض والأنصل المصري محمود مرشد وعدد من المسؤولي السفارة المصرية كانوا حريصين على استقبال بعثة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة. الحقيقة أول ما البعثة وصلت زي ما حضراتكم شايفين هذه صورة لوصول بعثة النادي الأهلي لمطار هواري بومدين. البعثة وصلت على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت تقريبا ما بين مصر والجزائر 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين السفير المصري في استقبال هذه في بعثة النادي الأهلي. وكالعادة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين وزي ما دايما بنشوف مع بعض، النادي الأهلي دايما في أي مكان بيبقى موجود فيه بيبقى دايما عندنا المصريين اللي في البلد اللي احنا رايحينها بتبقى مبسوطين، أهلاوية أو غير أهلاوية. الحقيقة الأهلاوية بيبقوا مبسوطين قوي، الغير أهلاوية بيبقوا نص نص، ولكن في النهاية النادي الأهلي دايما بيبقى داخل على بيخلي الناس كلها فرحانة، بيخلي الناس كلها مبسوطة. أتمنى إن شاء الله ده يبقى في الملعب كمان، لأنه اللي أنا سامعه من اللي بيحصل هناك إن الدنيا إن اللعيبة كلها مركزة فقط في هذه المباراة، لعيبة حاطة في دماغها شيء واحد فقط، كيف نستطيع أن نهزم شبيبة القبائل ونتأهل إلى الدور القادم إن شاء الله في أقرب فرصة. ده اللي اللعيبة حطاه في دماغها خلال هذه أو خلال اليومين اللي جايين عشان نلعب المباراة، ومن بعد هذه المباراة نبتدي نفكر في المباريات القادمة. هنبدأ مع فقرة حائط صد. بالحقيقة أنا زي كثير من المصريين بمسك أول ما بصحى بالتليفون، بتمسك التليفون تتصفح السوشيال ميديا، تعرف الدنيا ماشية إزاي، تعرف مين بيقول إيه على مين، مين بيعمل إيه، الدنيا ما بتقبل. النهاردة الصبح لما قمت من النوم بفتح التليفون عشان أشوف الأخبار الحقيقة، فاستوقفني تصريح غريب قوي قوي ومضحك الحقيقة لأحد اللاعبين السابقين بنادي الأهلي. الحقيقة بيقول إن النادي الأهلي يعني في نجوم ما فيهوش أساطير. طبعا نادي الزمالك فيه أساطير، طبعا نادي الزمالك فيه أساطير، محدش يقدر يقول غير كده. ولكن هل النادي الأهلي ما فيهوش أساطير وفيه نجوم بس؟ الحقيقة تصريح أنا مقدر موقفك الحالي الحقيقة، وهكون مقدر كل حاجة. أنا طبعا لن أستطيع أن أتحكم فيك وفي كلامك ولكن احنا كده برضو الحمد لله الأيام بتثبت لينا يوما بعد يوم أن قرارات
اللي بيتم اتخاذها في إدارة الكرة أو في من المدير الفني بتكون قرارات سليمة. لكن من المفترض أن أي حد بيطلع يا جماعة سواء لاعب سابق أو لاعب حالي أو حتى بقاله 10 15 سنة 20 سنة مبطل، مفيش حاجة اسمها أن أنا أعيب في النادي اللي أنا كنت فيه، خصوصا لما يكون نادي بحجم النادي الأهلي، خصوصا لما يكون جماهيرية كبيرة زي جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي هو أساس الأساطير، أساس نجاح وتفوق كل حد وكل المنتخبات. عندما تتحدث عن الأساطير فهناك العديد والعديد من أساطير كرة القدم. الأهلي هو اللي بيصنع الأساطير مش العكس كما يحدث في الأندية الأخرى. في أندية تروح لها لعيبة يعملوا حاجة للأندية دي، لكن النادي الأهلي زي ما حضراتكم كنتوا سامعين من شوية، نادي الأهلي بمن حضر. هو هنا لا طبعا، هو هنا كان بيتكلم أو التقرير اللي قبل كده كان بيتكلم إن النادي الأهلي بمن حضر دي على أساس المباراة، ولكن النادي الأهلي بمن حضر من 1907 وحتى الآن، سواء إداريا أو فنيا أو إنشائيا أو كل حاجة. النادي الأهلي لما بيعمل بطولات وإنجازات بعيدا عن الأسماء، لأن السيستم هو البطل، السيستم هو الأساس، الشكل المؤسسي اللي بيمشي بيه النادي الأهلي منذ تأسيس النادي وحتى الآن هو اللي بيخلينا نكسب هذه البطولات. لكن بقى نقول كلام غلط؟ وهو السن الكبير لما يكون عندي لاعب سنه كبير يعني يبقى كده أنا عادي إن هو أسطورة يعني؟ أنا الحقيقة ما بفهمش وجهات النظر، لكن أوكي كل واحد حر يقول اللي هو عايزه وكل حاجة على أي حد غير. لكن النادي الأهلي لما تيجي تتكلم لازم تبقى واخد بالك من كلامك، خصوصا إن أنت عشت بعض الأيام داخل النادي الأهلي. مدير فني شاف إن أنت لن تستطيع أن تكون متواجد داخل النادي الأهلي، مشيت من النادي الأهلي، ربنا يكرم في أي مكان آخر، ربنا يوفق أي حد يمشي من النادي الأهلي طالما لكن تمشي من النادي الأهلي وتغلط في النادي الأهلي أو تتكلم عن النادي الأهلي بهذا الشكل، أعتقد ده شيء غير جيد، شيء غير جيد. مدير فني اتخذ قرار كل إدارة النادي الأهلي بتبقى في ظهره. عمرنا ما كنا، هل كان في وقت من الأوقات حضراتكم عرفتوا أن مجلس إدارة النادي الأهلي من 1907 يعني من 1907 وحتى الآن، هل كان هناك أخبار أو هل حد عارف أن مجلس إدارة النادي الأهلي مثلا في خلال المائة وشوية سنة دول راح لمدرب وقال له أيد إسلام مثلا؟ ده الكابتن خطيب كان نائبا لمجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن أسامة حسني كان موجود في الفرقة ومشي من الفرقة عادي، والكابتن مضى على هذا الأمر لأن هو شاف ما يهموش مصلحته الشخصية ولكن يهم مصلحة النادي الأهلي. فالأساطير موجودين، لكن مين اللي يعملهم أساطير؟ هو الجمهور. مش معنى أن واحد سنه عدى 35 ولا 36 يبقى أسطورة بالمناسبة، لكن هناك فارق كبير جدا بين النجوم والأساطير. النجوم موجودين كتير في كل مكان، ولكن الأساطير معروفين بالاسم وجابوا بطولات كتيرة جدا لأنديتهم واحترموا جمهور ناديهم وجمهور الأندية الأخرى. عمرك سمعت، مش هقول لك كابتن خطيب، عمرك سمعت كابتن حسن شحاتة بيغلط في جمهور الأهلي؟ عمرها ما حصلت. عمرك سمعت كابتن أشرف قاسم ربنا يديله الصحة ويقومه بالسلامة غلط في جمهور النادي الأهلي؟ عمرها ما حصلت. عمرك شفت كابتن محمود الخطيب بيغلط في جمهور النادي الأهلي؟ عمرك شفت غيره وغيره وغيره من أنا مش عايز بس أقول أسماء عشان محدش يقعد يقول لي بطبل وبعمل، لكن هذه هي الحقيقة. فدول الأساطير بالمناسبة، ولكن مش الأسطورة إن أنا أطلع أمسك أنا آسف يعني الجزمة للناس وأقول لهم وأبقى أنا أسطورة. عمرها ما حصلت. عمر ما حد من دول هيبقى اساطير. انا هنا والله بتكلم بشكل عام، ولكن لا اتكلم عن حد بعينه يعني، انا بتكلم بشكل عام. لكن الفرق كبير جدا جدا جدا، واللي اتمناه انه كل واحد مشي من النادي الاهلي، على فكره ممكن اكون واخد قرار ان انت
المسؤول عن القرار يعني يكون واخد قرار ان انت هتمشي وانت تجيد في مكان اخر لا تجيد في النادي الاهلي، خلاص الموضوع منتهي. ما عنديش مشكله ان انت تجيد في مكان تاني بالمناسبه، وما عنديش مشكله ان انت تبقى افضل واحد في الدنيا في المكان التاني، ما عنديش اي مشكله خالص. انا بتكلم برضو بشكل عام على كل اللاعبين اللي بيمشوا من النادي الاهلي، ولكن انا اللي يفرق معايا، انا هنا بتكلم كجمهور، انا اللي يفرق معايا الاحترام. ايه المشكله لما تبقى بتحترم كل الناس، جمهورك للنادي اللي انت رايح له وجمهور النادي اللي انت سبته؟ هي دي فيها مشكله يا جماعه. لماذا دائما هذه الامور بيتم اتخاذها بهذا الشكل؟ مفيش اسهل من الرد على الاسئله، ومفيش اسهل من اثاره الفتن بالمناسبه. يعني انا لو عايز دلوقتي وانا قاعد دلوقتي هنا اعمل قصه هعمل قصه، لكن انا عمري ما بعمل كده احتراما للشاشه اللي موجوده او للاسم اللي موجود فوق الشاشه. فمن فضل حضراتكم اتمنى ان كل واحد ياخد باله هو بيتكلم عن مين، وناخد بالنا احنا عندنا فريق مش هنعمل زي فريق فلومينينسي لو فاكرينه البرازيلي اللي كل لعيبته عدت ال 37. يعني فريق فلومينينسي اه فريق ممتع وحلو وكويس وكل حاجه، ولكن كل لعيبته عدت ال 37، كسبونا اه في كاس العالم وكل حاجه، ولكن خلاص اهدرنا العديد من الفرص في هذه المباراه خصوصا في الشوط الاول كانت كفيله تقتل هذه المباراه. انا بعذر الناس في المواقف اللي زي دي، مفيش مشكله، عشان كده بتكلم بهدوء وبتكلم بالراحه. ما يصحش تقول ان الاهلي ما فيهوش اساطير، هي دي الكلمه. الباقي كله الكلام الباقي ده اصله مش عارف ايه واصله ايه وايه، كل ده كلام عادي يعني بيقولوا لان هو عشان يعني بيتقرب من الجمهور النادي اللي هو راحه، لكن في النهايه ما ينفعش تتكلم ان هو غلط مثل هذه الامور، ما ينفعش تقولها. مش عايز اكون قاسي، عندي كلام كتير جدا جامد وممكن اقوله، بس انا مش عايز اكون قاسي، لانه في النهايه كل اللي يفرق معايا هذه الكلمه. النادي الاهلي ما فيهوش اساطير، عيب عليك يا راجل، عيب عليك بقى، عيب. وعلى راي كابتن خطيب هرجع لكلمه، والله كابتن خطيب ده بيقول كلام يعني دايما لازم نحطه في دماغنا ولازم نتكلم بيه. كابتن خطيب عندما سئل عن عدد من الاسماء من كام سنه كده قال لهم ايه؟ قال لهم والله يا جماعه انا ما زعلان عليهم، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. فنفس الكلمه انا هقولها لك، انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك. مش زعلان عليك ان انت مشيت من الاهلي ورحت النادي، لا خالص. انا زعلان من طريقه الكلام، من اسلوب الكلام. وزعلان عليك ان انت بتقول كلام غير صحيح وتخلي الناس كلها تبص لك كده وتقول يعني هل ده صح؟ فمش هقول لك اكتر من كده، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. طيب هنروح لموضوع تاني النهارده. مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري كرم الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية. النهاردة كان في حفل تكريم لهؤلاء الحكام الحقيقة اللي تألقوا في كأس الأمم الأفريقية وشاركوا في إدارة مباريات هذه البطولة. 7 من الحكام المصريين العظام الحقيقة، كابتن أمين عمر، كابتن محمد عادل، كابتن محمد معروف حكام ساحة، كابتن محمود أبو رجال اللي حضراتكم شايفينهم، كابتن محمود أبو رجال، كابتن أحمد حسام طه مساعدان، وكابتن محمود عاشور، وكابتن محمود الفنا للبنا للفي اي ار. كما تم تكريم المستشار محمد المشطه المستشار القانوني لاتحاد كره القدم بعد اختياره عضوا في لجنه الانضباط لبطوله الامم الافريقيه، وموظفي لاتحاد كره القدم فريد سلطان لاختياره في لجنه التحليل الفني والاداء وتجهيز المواد العلميه للحكام، ومحمود سعد مسؤول التصاريح الخاصه بالمباريات. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين صور مهمة جدا كان فيها الأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي والكابتن اللواء حلمي مشهور والأستاذة دينا الرفاعي. صور مهمة جدا يعني احنا دلوقتي، وطبعا
رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا موجود، وبتكريم الحكام. الحقيقة حاجة جامدة جدا وحاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف هؤلاء الحكام اللي احنا دايما بنكون قاسيين عليهم في النقد الحقيقة، ولكن عندما تكون الامور جيدة وعندما تكون او يصل بينا المستوى الرائع اللي احنا شفناه النهاردة او الايام اللي فاتت في بطولة الامم الافريقية، الحقيقة هنفضل نقول لهم هايلين وهنفضل نقول لهم رائعين لغاية لما نشوفهم في الملعب. بقى بعد كده ايه اللي هيحصل في الملعب؟ معرفش يعني الايام القادمة ايه اللي هيحصل في الدوري العام المصري من هؤلاء الحكام. هتقعد تقول لي اصل بقول عليهم عظام، ما انا بقول عليهم عظام في كأس الامم الافريقية. المباراة اللي جاية لو اخطأوا هنطلع نقول ان هم اخطأوا، ما هعمل ايه؟ طيب حاجة يعني، وأنا دلوقتي أو بعد قليل يعني برضو احنا جايبين لحضراتكم التكريم اللي حصل، بس لسه عشان الكارت لسه جاي فهنعمله لحضراتكم ونوريه لكم، وكان تكريم رائع جدا، والدكتور أشرف صبحي كان متواجد في هذا التكريم. النهاردة أيضا كان في تكريم من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وتحت رعاية الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور مسؤولي اتحاد الكرة ورموز التحكيم، وكان موجود كابتن ناصر عباس طبعا خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدوري الدولي اللي موجود دايما الحقيقة وبيمتعنا بكلامه. الحقيقة خليني أشيد بالتكريمات اللي بتحصل للحكام بعد هذا الأداء الرائع اللي شفناه في هذه البطولة. عليكم ودي رسالة واضحة للحكام، عليكم دور مهم جدا خلال الفترة اللي جاية ان الأداء يستمر ونشوف نفس المستوى في الدوري المصري. دي بعض اللقطات من تكريم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، لسه واصل لنا حالا اهو، وبعض اللقطات زي ما حضراتكم شايفينها وموضحة وحاجة جميلة جدا جدا، والواحد قد ايه كان سعيد بتكريم هؤلاء الحكام لانهم بالفعل يستحقوا كلهم التكريم الحقيقة. دكتور أشرف صبحي موجود، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد موجود، كل الجميع متواجد الحقيقة، والجميع بينظر بفخر لهذه الأمور. عموما خلونا نشوف بعد هذه التكريمات الحقيقة أستاذ أشرف محمود، الجميع الحقيقة كان متواجد في هذه الاحتفالية وهذا التكريم. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. الحقيقة من هنا بنقول للتحكيم المصري نقطة نجاح ننطلق منها ونثق فيها. الحقيقة أول جيل يدخل بطولة بسبع حكام، احنا دايما بيكون في حكم اتنين حكم ومساعد. الحقيقة احنا عندنا جيل كويس جدا، وده يعني ناتج سنوات سابقة يعني، لكن بنقول الشكل والموضوع اللي موجود وشفناه بهذا العمل الجميل. احنا عندنا سبع حكام وعندنا مراقب للمباراة النهائية وعندنا كمان عضو لجنة انضباط وعندنا ميديا اوفيسرز، فدي كلها عناصر احنا لما نحفز ونشكر نقول عايزين تاني، عايزين تاني يكون النماذج المصرية موجودة في كل القطاعات، لان دي قوتنا الناعمة اللي بتؤثر في عمل المنظومة. ولما يبقى لينا مع الفريق حكام بعدد بكم بكيف يساعد يعني بشكل كبير. يعني كابتن حسام خلاص بقى في جهاز فني مصري وبقى واقع، دوري ودورنا ان احنا نوفر كل الظروف الملائمه للنجاح، واتحاد الكوره لازم يدعم، لان في مستهدف، المستهدف واضح 2025 نهائيات كاس الامم الافريقيه بالمغرب، مش سهله، وكل الجماهير مطالبه نوصل بقى للنهائي على الاقل يعني، وفي نفس الوقت عندنا تصفيات كاس العالم يعني، ده فمستهدفين للمنتخب الكبير زائد المنتخب الاولمبي شهر 7 عنده اولمبيكس، ففي مستهدفات للمنتخبين بالاضافه الى نظم التطوير، وبالتالي كل واحد في مجاله ومكانه يذاكر كويس جدا جدا جدا، يحط المستهدفات قدامه، واحنا كمان مش هنقصر وبنراقب، وقراراتنا يعني سريعه بما يتوافق مع الموقف. يعني قراراتنا دايما بنقول لا خلاص في راي عام وفي اداء، مش هنقف دايما، لازم يكون في استمرار ولازم يبقى النجاح ثم النجاح ثم النجاح ان شاء الله. يعني اكيد تدريب المنتخبات لازم يكون في ضبط انفعالي جيد لازم، واكيد احنا اتكلمنا في هذا الموضوع لان تدريب المنتخبات هو مصير دوله، يعني منتخب هو دوله، فاكيد الكلام ده كله يعني كان فيه كلام كتير فيه يعني.
الحقيقة كلام محترم من السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. زي ما قلت لحضراتكم التكريمات يجب أن تكون متواجدة، ولكن في نفس الوقت الحكام عليهم عامل كبير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية. 7 حكام دول تحديدا عليهم دور مهم، دور التعليمي ودور إبراز الشكل العادل داخل الملعب. التعليم ان الشباب الاصغر من الحكام الصغيرين يبصوا على هؤلاء الحكام ويشوفوا منهم ايه الصح وايه الغلط او ايه الصح ويعملوه وايه الغلط ويبعدوا عنه. الحكام نفسها بقى الاسماء اللي حضراتكم بنتكلم عنهم، الكابتن محمد والكابتن امين عمر والكابتن محمود عاشور والكباتن الكبار كلهم، كابتن البنا والكباتن الكبار اللي موجودين كلهم، يعني كلهم الحقيقه أسماء كبيرة جدا جدا، لكن عليهم دور مهم جدا، وإحنا قاعدين بنتفرج كده عليهم دور مهم. دورهم المهم الحقيقة اللي إزاي ما ننزلش لتحت، إزاي ما يطلعش إسلام أو غير إسلام ننتقد أداء الحكام وننتقد أداء التحكيم. عفوا. فده اللي مهم بالنسبة لنا دلوقتي، وده اللي مهم بالنسبة لهم خلال الفترات القادمة، لأن مجموعة الحكام الحقيقة دول أسماء يمكن أن يبنى عليها خلال الفترة اللي جاية. ولكن أنا هبني إزاي من غير ما يكون عندي الأساس كويس؟ الأساس بتاع الدوري والكاس، الأساس بتاع مصر هو الدوري والكاس. لو شفنا المستوى لو شفنا هؤلاء الحكام وغيرهم وغيرهم بنفس المستوى اللي شفناه في كأس الأمم الأفريقية، والله ما هيبقى عندنا كرة القدم رائعة وجميلة وفيها عدالة. على الأقل ما حدش فينا هيبقى من جواه أي حاجة، لأن احنا النادي الأهلي أكثر الأندية الداعمة للتحكيم المصري من ساعة ما بدأنا التحكيم المصري ده لغاية دلوقتي. النادي الأهلي بيانات واضحة في دعم الحكام المصريين، ولكن على الجانب الآخر بيانات واضحة في أن هناك بعض الأخطاء الواضحة برضو يجب أن يتم حلها، الواضحة واللي بتحصل كل مرة. فالمطلوب منكم خلال الفترة اللي جاية بمقدار هذه التكريمات وبمقدار ان الكل واقف والكل بيشارك والكل بيسقف للحكام، بمقدار ان احنا هننتقدكم انتقاد شديد. لو لا قدر الله لا قدر الله شفنا نفس الأخطاء اللي كانت بتحصل ما قبل بطولة الأمم الأفريقية، وهو ده المهم بالنسبة لنا، وهو ده المهم في طريقة التحكيم خلال الفترة اللي جاية. النهاردة الماتشات اللي اشتغلت في الدوري، يعني الحمد لله الماتشات الدنيا لطيفة من الناحية التحكيمية. النهاردة اتلعب 3 مباريات في الجولة الـ12 في الدوري العام المصري في اليوم الثاني بعد عودة المسابقة بعد التوقف بسبب كأس الأمم الإفريقية. المقاولين العرب اتغلب من إمبي 1-0، وإمبي بيتربع على عرش الدوري العام المصري زي ما هنوري لحضراتكم. الاتحاد السكندري وتعادل مع طلائع الجيش، وعودة لطلائع الجيش بعد الاتحاد السكندري كان متقدم على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ولكن عودة لعب كابتن عبد الحميد بسيوني وفريقه وتعادل بهدفين كل فريق. كابتن بسيوني الحقيقه وفريق طلائع الجيش كان محظوظ بالتعادل، لانه الاتحاد السكندري هو اللي اتغلب، يعني وهو اللي احرز الـ4 اهداف. يعني الاتحاد السكندري جاب جونين، واسلام ابو سليمه اعتقد جاب جون في نفسه، والجون الرابع ضرب الجزاء الحقيقه، والجون يعني الثاني لطلائع الجيش ضرب الجزاء، يعني لازم تكون ضرب جزاء او تتحسب يعني، ولكن مدافع النادي الاتحاد عمل لعبه غريبه جدا، يعني ضرب اللاعب وهو بظهره كده، فبالتالي الاتحاد السكندري وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق. اما نادي زد وتعادل سلبي مع نادي بيراميدز مع مديره الفني الجديد، ونادي زد بيواصل الحقيقه التألق. امبارح اتلعب 2 مباراة، الجونه والمصري، وتعادل ايجابي ما بين الفريقين، ومباراه كانت حلوه جدا الحقيقه. سموحه والبنك الاهلي، قبل ما نروح لسموحه والبنك الاهلي، المصري كان مغلوب 2-0 من الجونه الحقيقه اللي عامل مباريات رائعه. بحيي كابتن علاء عبد العال على الشكل اللي ماشيه بيه الجونه في ظل هذه الظروف الصعبه اللي بتمر بيها، لكن الحقيقه الجونه ماشيه بشكل جيد جدا 2-0، ولكن المصري وكابتن علي ماهر وعوده رائعه الحقيقه ضد نادي الجونه وتعادل بهدفين لكل فريق. ايضا في المباراه الاخيره سموحه والبنك الاهلي، البنك الاهلي كان كسبان للدقائق الاخيره، ولكن حسام حسن بيتعادل
مش حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن، ولكن حسام حسن لاعب نادي سموحة بيتعادل مع نادي البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وتسيطر التعادلات على معظم المباريات حتى الآن باستثناء مباراة المقاولين العرب وإمبي اللي فاز فيها إمبي وتربع منفردا على عرش الدوري العام، طبعا في غياب البطل الحقيقي الدائم لهذه البطولة النادي الأهلي، لأنه عدد مباريات كبير جدا. النادي الأهلي ما لعبش غير 6 مباريات، احنا وصلنا للأسبوع الـ 12 ففي 5 6 مباريات فرق، ولكن إن شاء الله النادي الأهلي عندما يعود البطل يعود الأمور هتختلف تماما تماما. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبارنا، أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن خالد جدلة في ضيافة البيت الكبير. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوز داد مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. ويلعب الأهلي ضمن مجموعة تضم كل من شباب بلوز داد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميديام الغاني. حرص الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر وعدد من مسؤولي السفارة المصرية على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة. اختتم فريق الأهلي استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر عصر اليوم إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوز داد في دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمران والاستعداد للمباراة المرتقبة. كشف نادي شباب بلوز داد الجزائري عن اسم حكم مباراته أمام الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين الحكم الرواندي سامويل أويكوندا لقيادة المباراة على أن يعاونه المساعد الأول موتيمانا من رواندا والمساعد الثاني موغابا من رواندا. قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم برئاسة جمال علام بتكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي استضافتها كوت ديفوار، حيث شارك 7 حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية هم أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف كحكام ساحة، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه كمساعدين، محمود عاشور ومحمود البنا كحكمي فار. حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. أحرز هدفي فريق الاتحاد السكندري كل من عبد الغني محمد وناصر ناصر، بينما أحرز هدفي طلائع الجيش إسلام أبو سليمة بهدف عكسي في مرمى ومحمد حمدي زكي بالهدف الثاني. نجح فريق إمبي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل. أصدرت محكمة سيفتون الجزئية في إنجلترا حكما بمنع أحد مشجعي كرة القدم من حضور المباريات لمدة 3 سنوات بسبب محمد صلاح نجم ليفربول. وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية أنه تم حظر أحد مشجعي إيفرتون ويدعى جويل بارويز بعدما صرخ بإساءات عنصرية ضد محمد صلاح خلال أحداث ديربي ميرسيسايد أمام ليفربول هذا الموسم. أشارت تقارير إنجليزية إلى رغبة نادي مانشستر يونايتد في إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالتعاقد مع المدير الرياضي لنادي نيوكاسل دان أشورث. وأكدت التقارير أن السير جيم راتكليف يرى أن تواجد المدير الرياضي لفريق نيوكاسل على رأس مشروعه الجديد يأتي لتطوير فريق كرة القدم
وإعادته لمنصات التتويج. سلط موقع ذا صن البريطاني الضوء على قفزة إيرلينغ هالاند أمس أمام كوبنهاجن، ووصفه بالغير إنساني، خاصة بعد تحقيقه لقفزة بلغ ارتفاعها 2.34 متر. ورغم ارتفاع قفزة هالاند، إلا أن الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو ما زال صامدا، تحديدا قفزة رونالدو في مباراة ريال ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا والمقدرة ب2.38 متر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جدار الله. ازيك كابتننا؟ ازيك يا اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. كابتن خالد، خليني ابدا مع حضرتك الاول باختيار السؤال ده. دايما خلال هذا الاسبوع بنسال دايما كل محللينا الكبار اللي موجودين معانا عن هذا الامر، وجهات نظر مختلفه ولكن الكل متطابق فيها الحقيقه حتى الان. هي وجهات النظر المختلفة بتبقى في طريقة اللعب اللي هتبقى الفترة اللي جاية، لكن هل حضرتك في الأساس شايف وجود كابتن حسام حسن إزاي كمدير فني لمنتخب مصر مع بقية الطاقم اللي موجود معاه الفني؟ يعني هو قرار جه في وقته وفي محله. أوكي. إن إحنا طبعًا كفاية مديرين فنيين أجانب، كان لازم المدير الفني الوطني ياخد فرصته، ويمكن حسام من فترة الفرصة دي اتأخرت عليه شوية، وكان يعني كان بيتمنى إن هو يمسك منتخب مصر من فترات سابقة. ولكن التوقيت جاله دلوقتي وفرصته جت دلوقتي، وبإذن الله نتمنى له التوفيق بإذن الله مع منتخبنا في يقدم عروض كويسة ونتائج كويسة، وننسى اللي حصل في كأس الأمم الأفريقية. فنتمنى له التوفيق، مدرب وطني، وحسام برضو من اللعيبة اللي ليها تاريخ كبير جدا وخدمت مصر بشكل كبير جدا، واسطوره من اساطير كره القدم المصريه طبعا. من حقه ان هو ياخد فرصه، نتمنى له باذن الله التوفيق في الفترات اللي جايه. ده الكلام الحلو المنمق، لكن أيوة. الحقيقه بقى في الملعب، هل مش الحقيقه يعني وجهات النظر بتختلف هنا في الملعب، هل طريقه لعب كابتن حسام هتتناسب مع المنتخب؟ هل سيغير من طريقه لعبه لتتناسب مع المنتخب؟ المنتخب وطريقه لعبه ازاي هتبقى خلال الفتره اللي جايه؟ كابتن حسام بيعتمد على الضغط العالي مثلا من الامام، هل دي طريقه تناسب منتخبنا الوطني ولا لا؟ مش في كل الماتشات، لا هو طبعا دلوقتي ان هو ماسك منتخب مصر غير لما يكون ماسك نادي. صحيح. اكيد هو هيفصل ما بين الحتتين دول بشكل كويس جدا. انت ماسك منتخب بلد بتلعب مع مستويات عاليه، مستويات قويه، فعلى كل حسب كل ماتش هنلعبه او منتخب مصر هيلعبه، حسام هيحط الطريقه اللي تناسب الماتش اللي هو هيلعبه، سواء بره ملعبنا سواء جوه ملعبنا، سواء فرقه امكانياتها الهجوميه كبيره فازاي، فطرق اللعب بتختلف وخطط اللعب بتختلف حسب المنافس اللي انت بتلعب قدامه. من وجهه نظرك طريقه اللعب اللي هتبقى غالبه على منتخبنا الفتره اللي جايه؟ والله احنا ما عندناش حاجه غير ماتشين ثلاثه في السنه، ماتشين تقريبا السنه ماتشين دي اللي هم البطوله الوديه فات. البطوله الوديه في مارس، يعني البطوله الوديه يعني مش هتفرق معانا نتائجها، مش هتفرق معانا كتير، لكن انا اعتقد ان اللي ما بعد البطوله الوديه الماتشين اللي بيتلعبوا في كاس العالم هم الاساس. طبعا مباراتين مهمين جدا مع بوركينا فاسو وغينيا مع غينيا، مهمين جدا هم الاساس، نكسب عشان نضمن بشكل كبير جدا ان احنا نكون نوصل لنهايات كاس العالم. فهي دي المرحلة المهمة جدا. حسام عنده وقت كويس قوي من دلوقتي ازاي يتفرج، عشان الاختيار الاولي اللي هو هيضم فيه اللعيبة اللي هياخدها يكون ضامن احسن لعيبة على مستوى مصر، ودي مرحلة مهمة جدا. انا اتمنى ان حسام يتأنى فيها جدا، بحيث ان هو اللعيب اللي يروح منتخب مصر يبقى هو فعلا لازم يكون موجود من ناحيه الاداء الفني. يعني ما حدش يختلف عليه كتير، يعني احنا مثلا الفتره اللي فاتت فيتوريا كان واخد لعيبه في كاس في كاس الامم الافريقيه، لعيبه ما بتلعبش اساسا في انديتها، ده كانت حاجات علامات استفهام كبيره. صحيح. انا اتمنى ان حسام حسن في اختياراته لعيبه الدوري المصري ولعيبه الانديه المصريه كلها خلاص كتاب مفتوح بالنسبه لكل الناس، هو اهم حاجه بس يقيس امكانيات كل لاعب مظبوطه، ما يتخمش في لعيب ان هو يضمه على اساس ان هو شايف ان هو يقدر يدي حاجات في الدوري كتيره قوي، وبعدين يلاقيه الاختيار أقل. الاولاني مهم جدا مهم جدا، وانا برضو اتمنى ان هو ما ياخدش لعيبه كتير، يعني منتخب مصر دايما حتى من ايامنا
شرف لكل لعيب، بس لما بيبقى الاعداد كبيره، يعني فيتوريا جه في وقت مش عارف عمل قائمه 55 لعيب يعني ماشي اوكي، ولكن في الاختيارات بقى قبل معسكرات العدد ما يكونش كبير، لان كل ما العدد بيكتر انت بتجيب لعيبه مش هتحتاجها، فبتحصل كلام كتير ممكن تحصل مشاكل. غير لما تاخد 23 لعيب، 3 حراس مرمى، و20 لاعب، 2 لعيبه في كل مركز. انا من وجهه نظري على منتخب مصر بيبقى واضح ده كفايه قوي، ويبقى عندك انت البدايل لو احتجت ان انت تمشي حد وتجيب حد تاني، بتبقى حاطط البلان دي اللي انت تقدر تتصرف فيه. ولكن كل ما العدد يبقى على الأد ويبقى فيه تركيز، بيبقى فيه تركيز كبير جدا في التدريب وفي الماتشات الودية والبطولة الودية اللي هنلعبها. دايما يتقال يا كابتن الفارق ما بين، او هناك لاعب دولي ولاعب غير دولي، او لاعب محلي ولاعب دولي، ايه الفرق ما بين اللاعب الدولي واللاعب المحلي من وجهة نظرك؟ يعني لماذا يتم اختيار اسلام ولا يتم اختيار محمد مثلا؟ نمرة واحد، فروقات فنية، بتبقى فيه فروقات طبيعي فنية بين واضحة. يعني نمرة اتنين لا، يعني ممكن تجد يا كابتن، انا اسف يمكن السؤال فضل. يمكن تجد لعيب في الدوري مكسر الدنيا يجي مع منتخب مصر ما يعملش حاجة. بالظبط، لان انت لازم برضو اللعيب اللي هتاخده منتخب مصر يكون بيلعب مع نادي في مستويات عالية، مش يعني زي دوري ابطال افريقيا مثلا، لعيبة النادي الاهلي بتلعب في دوري ابطال افريقيا، بتلعب في الدوري المصري، بتلعب في بطولات، فبيبقى في خبرات عند اللعيبه بشكل كبير جدا، بيبقوا متمرسين في الاداء. غير لما اخد لعيب بيلعب على مستوى المستويات اللي بينافسها على مستوى الدوري المصري. افهم من كلام حضرتك انه هنا انا لازم ابص على الفرق اللي بتلعب في افريقيا بس؟ لا، كمدير فني المنتخب يعني؟ لا مش، انما هو المعيار ان انا مش حاجه اخد مثلا لعيب ملوش اي تاريخ مع المنتخبات حتى في قبل كده، هو صغير ما انضمش قبل كده، ولا منتخب اولمبي ولا منتخب شباب ولا انضم مع المنتخب الاول. بتحصل بس بتبقى حالات يعني قليله جدا جدا، لان مش هيبقى عنده مخزون. يعني لعيب الكوره دايما الخبرات اللي بيختزنها بتيجي من الاحتكاكات القويه. صحيح، فمش منطقي ان انا اخد لعيب اضمه لمنتخب مصر وهو ما عندوش المخزون من الخبرات اللي عدت عليه من خلال لقاءات قويه قبل كده ومشاركات قويه واحطه في منتخب مصر. لا، مش هستفيد منه وابقى بظلمه. فهو يعني اهم حاجه زي ما قلت لك اسلام، الاختيارات الاوليه، لعيبه الكوره يعني مصريين واضحه جدا امكانياتهم، واضح مين يقدر ومين ما يقدرش. وبعدين بيبقى في شويه قياسات في اللاعب الدولي، في شويه مواصفات لازم تكون موجوده فيه. اوكي، تكوين جسماني قوي، التحام قوي، في سرعه خصوصا في افريقيا. صح، لان انت بتلعب المستويات قويه جدا، وزي ما شفنا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت التكوين الجسماني عامل ازاي، فارق جدا، فروقات رهيبه جدا، سرعات نواحي بدنيه رهيبه جدا، نواحي بدنيه، احتكاك بقى زياده على الحاجات المهاريه. افريقيا كان زمان قوه وسرعه والتحامات، لا دلوقتي بقى فيه مهاره وبقى فيه تحرك، وتحرك بدون كوره وتحرك بكوره، كل مهارات كره القدم شفناها فافريقيا تقدمت بشكل كبير جدا. وعلى فكره الماتشين مش سهلين مع بوركينا فاسو ومع غينيا، لا ماتش احنا شفناهم فرقتين برضو مش سهلين خالص، محتاجين تركيز كويس جدا، ومحتاجين لاعبتنا يكونوا في قمه ادائهم الفني. صحيح، لان برضو قصه المنتخب جزء بيتحمله المدير الفني وجزء يتحمله اللاعبين، مش مدير فني بس. المدير الفني محتاج لعيبه تنفذ له الفكر اللي هو عايز يلعب بيه، والطريقه اللي عايز يلعب بيها، وخطه اللعب اللي عايز يلعب بيها. فلو ما عندكش اللعيبه اللي عندها المواصفات ان هي تنفذ هذا الكلام، طبعا بيبقى يحصل قصور. طيب كابتن خالد، برضو من الدروس المستفادة في بطولة الأمم الأفريقية من وجهة نظري أن التحكيم المصري في مستوى عالي جدا جدا، هل سيستطيع التحكيم المصري استكمال ما بدأوا في بطولة الأمم الأفريقية من أداء رائع لكل الحكام؟ الحقيقة كل 7 حكام اللي كانوا هناك، سواء مساعدين أو فار أو
حكام ساحه كانوا رائعين، هل من الممكن ان يتم استكمال هذا الامر في الدوري وفي البطوله الافريقيه او المفروض. في الدوري وفي الكاس وفي طبعا كده. المفروض يعني احنا بصراحه من احدى النجاحات بالنسبه للكره المصريه هم الحكام المصريين في بطوله افريقيا، كلهم ادوا بشكل كويس جدا، ادوا على مستوى بمستوى عالي جدا، عملوا ماتشات وكانت في منتهى الصعوبه ولكن كل قراراتهم كانت مظبوطه، فكانوا مشرفين بصراحه للكره المصريه والمصري. نتمنى ان هم يواصلوا هذا المستوى من خلال مباراه الدوري ومباراه الكاس او اي البطولات المحليه. وهم لازم يعرفوا هم كانوا كويسين ليه وظهروا بالمظهر الكويس ده ليه. اكيد هم اللي عندهم لا لان ما كانش عندهم اي حسابات لاي حاجه. حتى في ماتشات صح العاج بالملعب والجمهور كابتن عادل عمل ماتش رائع هايل. لا محمد عادل بصراحه يعني في البطوله دي انا مختلف، ما عندوش احتواء لحد خالص، خلي بالك يعني هي كلمه الاحتواء هو اللي الكابتن محمد اللي اخترعها ولكن لما شالها من دماغه وشالها من عمل ماتشات ومن حساباته اصبحت الامور مختلفه تماما جدا. عمل ماتشات اكتر من رائع كان يعني حيث. يمكن اكتر واحد فيهم كان لفت انتباهي انا بالذات لان هو الحكم عشان يبقى كويس ما عملش اعتبارات او حسابات اللي يشوفه يحسبه بالظبط، سواء الفرقه دي سواء الفرقه دي ما فيش اي اعتبارات بقى لارض الجمهور صح، فهم نجحوا من هذا المنطلق يا رب بس نشوف ده في الدوري يعني ده الاهم دلوقتي ان احنا نشوف مثل كده باذن الله نشوف مثل هذه الامور في الدوري لانه في النهايه. وعلى فكره احنا دايما بنقول هذه الكلمه على النادي الاهلي، نادي الاهلي في قناه الاهلي اهو، على النادي الاهلي ركله جزاء، احسب على النادي الاهلي ركله جزاء، ولكن لو النادي الاهلي له ركله جزاء اديها له، لو ليه اثنين لو ليه ثلاثه لو ليه خمسه ما تحسبها لاي حد. نتمنى ان الحسابات ما تكونش موجوده للحكام خلال الفتره الجايه. بما اننا بنتكلم عن الحكام يا كابتن، النهارده كان في تكريم للحكام المصريين الحقيقه في اتحاد كره القدم المصري، ومن خلال ايضا وجود الدكتور اشرف صبحي في تكريمهم في الثقافه العربيه، الثقافه الرياضيه انا اسف، لكن بعض الحكام يستحق او السبع حكام دول هم مثال التحكيم المصري يستحقوا كل التكريم في فيما عملوه في بطوله الامم الافريقيه. خلينا نطلع نشوف ماذا قال فيتور بيريرا الرئيس لجنه الحكام عن هذا الامر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. أداء الحكام كان أكتر من رائع وهو فخور بيه جدا. بالنسبة لكأس أمم أفريقيا في مصر قدرت تاخد 37 مباراة منهم 7 مباريات كحكام ساحة وبرضو حكام فار، قدرنا إن احنا نزير المباراة أو قدرنا إن احنا نزير البطولة في الافتتاحية في نصف النهائي ربع النهائي والنهائي. النهائي كان فيه كابتن عاشور وهو يأمل إن يعني مشجعين كرة القدم يكونوا مبسوطين زي ما هو مبسوط. I believe so. So, هو بيعتقد طبعا ان هيكون في تواجد لحكام مصريين في كاس العالم ان شاء الله. هو بالفعل هم بداوا يحضروا لكاس العالم واتبعت ل 12 بلد في افريقيا منهم مصر، ومصر كانت البلد الوحيده اللي اتبعت لها ان يروح هناك حكمين لتجهيزات كاس العالم، فهو ان شاء الله بيامل ان يكون في تواجد لحكام مصريين في نهائي كاس او في كاس العالم. One of our objectives. من اهم اهدافه ان هو يطور التحكيم في مصر وان هو ينقل خبراته اللي هي عنده، فهو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يسهل الامور على الحكام ويساعدهم ان هم يتطوروا ويساعدهم ان هم ياخدوا من الخبرات اللي عنده. Egypt Cup final is a big... هو طبعا بيامل او يعني بياكد ان هيكون بيزيرها حكام مصريين ومبسوط ان الدربي ده هيكون ما بين اكبر ناديين ليهم تاريخ عريق اللي هو الاهلي والزمالك، وبرده مبسوط ان هو هتكون بتقام في دوله شقيقه وبتحاول او في طريقها ان هي تطور كره القدم عندها. طيب اذا كلام اكيد ان مباراه نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ستكون بتحكيم مصري زي ما حضراتكم سمعتوا من رئيس لجنه الحكام، اعتقد شيء جيد. طبعا لازم، وده حق ليهم طبعا بعد المستوى الكبير اللي احنا شفناه، ولازم ده نهائي كاس مصر لازم يكون بحكام مصريين، يعني مش هيبقى منطقي ان احنا مش حكام مصريين هم اللي يحكموا. ده نهائي لا عشان الاهلي والزمالك بتبقى دايما في، خلي بالك انا سمعت كلام يا كابتن ان في بعض البعض بيطالب ان المباراه دي مش النادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش مشكله في هذا الامر، لكن البعض بيطالب بوجود حكام اجانب لهذه المباراه. لا بالعكس، ده احنا المفروض البعض من مصر من مصر من مصر يعني ممكن
لا احنا لازم ندعمهم وندعم الحكام خصوصا بعد المستوى اللي شفناه كمان طبعا يعني المستوى اللي شفناه في امم افريقيا بس يا رب يعني يا رب يفضلوا ماشيين كده لا هيبقوا كده اتمنى ان هم يعملوا اي المباراه دي اصلا هتكون يعني متشافه وعليها تركيز جامد جدا ما حطش بقى في حسابات ولا احمر ولا ابيض لا 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 مش انا شايف ان باذن الله اللي هيدير المباراه لا هيحكم بشكل كويس هيبقى اداؤه كويس نتمنى رب للتحكيم المصري دوام التوفيق خلينا نروح لكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام ونرجع لمحاضراتكم مره ثانيه بقول للمشككين حكام مصر بخير وتفضل بخير وده نتيجة لجان قبل كده سابقة اشتغلت مع هذه الحكام ثم لجنة الحكام الرئيسية الموجودة كل الموجودين كل من ساهم معاهم هو ده معدن الحكم المصري لما تقف معاه وبتديله بيظهر الأداء المشرف اللي احنا شفناه في كأس الأمم وإن شاء الله يا رب كده نشوف طقم موجود في كأس العالم وعايز أقول لحضرتك يعني عايز أخد من النجاح ده وأقول إن دي يا ريت تبقى نقطة تحول مش للحكام الدوليين بس يكون في حكام مصر كلهم يشوفوا الصورة الجميلة دي ونبدأ نعمل صف تاني وصف تالت بنفس المستوى ونفس الأداء اللي ده يقعد على الكرة المصرية إن شاء الله بوعدك هيبقى في طقم كامل موجود في كأس العالم إن شاء الله احنا محضرين خطة قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى بحيث في الآخر أنت بتدور على تطوير التطوير مش هيجي في يوم وليلة لابد إنك أنت تشتغل وتتعب وتيجي في الآخر تقول أنا عملت صف أول وصف تاني وصف تالت عندي طاقم موجود في كاس العالم هو ده اللي انت عايزه من التحكيم عشان كده احنا في المسابقات الثانيه بدانا نشتغل على مستويات بدات حكام صغار السن في الدوري الممتاز بدات تلعب وتاخد الثقه هتلاقي في المحترفين عندنا حكام ظهرت بمستوى رائع يعني دول مفاجاه للتحكيم المصري السنه الجايه عندنا في الممتاز به في القسم الثالث حكام لا تتجاوز 20 سنه و19 سنه بدات تمسك صفاره وتحكم فده طبعا اكيد هيعود على التحكيم المصري انت بتدور انك تعمل للمستقبل احنا مش هنبقى موجودين طول العمر يجي بعدين يكمل بس يلاقي منظومه قويه موجوده طيب ده كان كلام كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام طبعا هو كابتن محمد طبعا يعني من حقه ان هو يقول التشكيك ما فيش حد بيشكك ولكن إذا كان هناك قرارات خاطئة يا كابتن محمد فهنطلع نقول إن هي قرارات خاطئة بالمناسبة يعني مش معنى إن أنا بقول إن هي مش أنا يعني أي حد بيتكلم في كرة القدم بيقول إن الحكم ده الحكام كويسين أو الحكام رائعين وكذا 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 إن إحنا لما يغلطوا هنسقف لهم لا طبعا لما يغلطوا أو لو غلطوا هنرجع مرة تانية نقول لهم يا جماعة أنتوا غلطتوا طبيعي ده يا كابتن خالد طبعا طبعا يعني زي ما بنشيد بيهم لما بيبقى بيبانوا بمظهر كويس لو في اخطاء لازم هتتقال طبعا حقيقي نتمنى يا رب للتحكيم المصري دوام التوفيق للفتره اللي جايه بدايه ان شاء الله من الماتشات اللي اتلعبت اول امبارح او امبارح في الدوري لغايه بقى ان شاء الله ما نشوف نهايه هذا الموسم كابتن هبدا معاك بقى مباراه الاهلي وشباب بلوزداد البعثه سافرت النهارده وصلت الجزائر مباراه مهمه كيف تراها من الناحيه الفنيه بشكل عام طبعا مباراة مهمة جدا وفي غاية الصعوبة يعني مباراة هتبقى صعبة يمكن الناس برضو لسه ما طلعناش من كاس امم افريقيا صحيح. تركيز مش كبير ولكن ماتش النادي الاهلي ماتشنا مع شباب بلوزداد بعد بكره باذن الله لا محتاج تركيز عالي جدا لان كمان وضع المجموعه الفرق كلها جنب بعض يعني احنا عندنا خمس نقاط وشباب بلوزداد خمسه يانج افريكانز اربع نقاط ومدياما اربع نقاط صحيح مظبوط كده خمسه خمسه اربع اربع صح الماتش هيفرق جامد جدا الماتش في منتهى الخطوره هم عايزين يكسبوا طبعا طبعا لان الفرقه اللي هتكسب باذن الله نكون احنا هنبقى 8 بونت يعني الفرقه اللي هتكسب من الماتش دون تبقى 8 بونت يبقى قطعت مشوار هم عندهم اربعه لو كسبوا هيبقوا سبعه بالظبط فالماتش مهم جدا نتيجته مهمه جدا محتاج تركيز عالي جدا طبعا في ظل في غيابات كتيره جدا بتمر بيها فرقتنا فرقه النادي الاهلي نتمنى الناس اللي موجوده اللي هتادي تادي بشكل كويس جدا لان فرقه شباب بلوزداد برضو هتنزل ماتش عايزه تكسب وعايزه الثلاث نقاط ماتش على ملعبها تحكيم رواندي نتمنى ان الحكم باذن الله برضو هو ما يعني انا شايف ان هو ما عندوش خبره كبيره قوي تواكب اهميه الماتش دون نتمنى ان هو يكون موفق وان هو يبقى قراراته كلها فيها عدالة ونتمنى بإذن الله نعمل نتيجة كويسة إصابات كثيرة داخل النادي الأهلي مع توالي مباريات خلال الفترة القادمة كيف يمكن التغلب على هذا الأمر؟ حوالي 12 إصابة 11 واحد مصاب في إصابات لازم الجهاز الطبي يقف عندها يعرف السبب إيه في بالذات الإصابات العضلية لأنهم راجعين كمان بالظبط لأن المرحلة اللي فاتت أخطر مرحلة كابتن إسلام بعد ما الفرقة تكون واخدة أجازة وبترجع بتبتدي التمرين برنامج التدريب والأحمال في الأوقات دي
بتبقى مهمه جدا جدا جدا، هي اللي بتحط اللاعب على الطريق المظبوط اللي هو يقدر يكمل بيه بدون اصابات. فنتمنى باذن الله ان كل لعيب جات له اصابه يتعافى منها بشكل بسرعه ويرجع لفرقته بسرعه، لان فرقه النادي الاهلي محتاجه كل واحد في الفتره اللي جايه. الجهاز الفني استغل فتره التوقف بشكل جيد من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري مش قوي يعني انا دايما بخاف من الراحات والبدايه بعد الراحه. يعني من فترات سابقه انا بخاف من كده، يمكن برضو كان ممكن نلعب ماتشات وديه اكتر من كده بحيث ان اللعيبه لياقه الماتشات غير لياقه التمرين بالذات بعد الراحه، ولكن باذن الله بشيء من التركيز وشيء من الفهم للواجبات باذن الله بعد بكره الخططيه اللي طبعا مستر كولر هيفهم اللعيبه ازاي بطريقه من ناحيه طريقه اللعب وخطه اللعب، نتمنى باذن الله نعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه باذن الله. هنكمل كلامنا مع كابتن خالد ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم اكتر عن هذه المباراه من الناحيه الفنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طريقه اللعب في بالنسبه لكولر، طريقه دخوله لبعض اللاعبين او دخول بعض اللاعبين خلال الفتره، يعني واحد زي رضا سليم بقى له فتره طويله جدا ما بيلعبش وراجع من اصابه، هل من الممكن ان نراه من بدايه المباراه لوسط المباراه اخر المباراه يقعد احتياطي يبقى بره مع بعض اللاعبين زي مودست مثلا اللي تالق في الفتره الاخيره وعامل مباريات جيده واحرز اهداف كثيره، هل يبدا المباراه ولا كهربا اللي راجع من المنتخب ومحتاج ان انت تديله علشان يبقى دفعة قوية ليه بعد ان عدم لعبه خلال تفكير كتير كيف يبدأ؟ هو الماتش صعب، ما هو صعوبة الماتش من الحاجات اللي انت بتقولها دي اسمها. يعني في شوية متغيرات كتيرة، في شوية بدايل وفي شوية الاختيارات بقى هنا. بس بإذن الله مستر كولر هيختار أنسب ناس في المرحلة دي. من وجهة نظر أنا كراجل بقى مشجع من بره بعيد، لا في ناس ما يعني رضا سليم راجع من إصابة ما ينفعش ان هو يبتدي، يعني لازم برضو يبقى موجود ويبقى ورقة رابحة معاك برضو على الدكة ممكن تستخدمه على قد ما وصل لإيه من ناحية الفتنس بتاعه، احتاجته في الشوط تاني يبقى ورقة كويسة ممكن تستخدمه. نفس الكلام على مودست، ولكن كهربا لازم يكون موجود، حسين الشحات لازم يكون موجود، الناحية التانية بقى اللعيب التالت قدام على حسب حالة اللعيبة، في طاهر في كريم فؤاد، ساعات مستر كولر بيحب يلعب كريم حسب حالتهم بقى الفنية. ولكن بإذن الله أي حد هيكون موجود لازم هيأدي بشكل كويس، وعلى أساس أن الماتش صعب وعلى أساس أن احنا لازم بإذن الله نعمل نتيجة كويسة. تمام، لكن برضو كيف ينظر بقى كولر لو أنت في مقعد كولر كيف تنظر للمباراة؟ يعني شباب بلوزداد انت تعادلت معاهم هنا بهدف او 0-0 ولكن كنت انت الافضل في كل شيء، كنت انت الاحسن، يعني ضيعت 20,000 جول، يعني ضيعت جوان كتيره في هذه المباراه. من وجهه نظرك طيب كيف سيبدا شباب بلوزداد في هذه المباراه؟ باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد كان بيتكلم على ان هو بيحاول ان يحفز اللاعبين خلال الفتره دي بعيدا عن النواحي الفنيه عشان يقدر يكسب النادي الاهلي، وقال ان هو قادر على ان هو يكسب النادي الاهلي من خلال تحفيزه للاعبين ووجود الجماهير الكتيره اللي هتبقى موجوده في المدرجات. من وجهه نظره من وجهه نظره هم نازلين عايزين يكسبوا الماتش طبعا، لان هم بيقول لك احنا تعادلنا مع النادي الاهلي في ملعبه 0-0 الماتش على ملعبنا، وزي ما قلنا ان احنا عندنا 5 نقاط وهم 5 نقاط، الماتش هيفرق الماتش ب6 نقاط، 3 نقاط هتاخدهم وهتفقد الفرقه اللي هتخسر هتفقدها 3 نقاط، يعني باذن الله لو ربنا كرمنا وكسبنا الماتش هنبقى 8 نقاط وهم هيفضلوا 5. الماتش أربعة. ده بقول هم 4 شباب بلوزداد 4 امال مين 5 زينا؟ يانج افريكانز هيفضلوا 4، فانت كده دوست عليهم. يعني هو عايز يكسبك عشان يوصل ل7 بالظبط، وهيبقى اول مجموعه، ممكن يبقى اول مجموعه لو الفرقتين التانيين تعادلوا. صحيح، هو ماتش في منتهى الصعوبه، لازم نتعامل بيه بشيء من من الحنكه. تبتدي الماتش ازاي؟ تمشي الماتش تبدا ازاي يا كابتن لو حضرتك؟ لا انا ما ببداش ان انا اضغط، لا انا ماشي الماتش بالذات اول تلت ساعه 20 دقيقه ان انا ازاي احتفظ بالكوره وماشي. ما تعملش عامل المفاجاه وتضغط؟ لا. في ظل الظروف دي اللعيبه راجعه ولعيبه ممكن كانت مع المنتخب ولعيبه كانت لعبت او ما لعبتش واخده راحه وراجعه ولعيبه لعبت او ما لعبتش، فانت محتاج ان انت تشوف تقرا الماتش من خلال بداياته. شوفهم هم عاملين ما تفرضش اسلوبك انت، هم هيضغطوا علينا
هم هيضغطوا هيلعبوا ضغط من قدام، ازاي ان انت الحماس بتاعهم في اول ربع ساعه او 20 دقيقه انت تمتصه بشكل كبير جدا، تمتص حماس الجماهير من خلال الاحتفاظ بالكوره، وبعد كده تقدر تبتدي تضغط وتبتدي تلعب من قدام. هي ليه دايما انا او يعني ما اعرفش، انا عمري ما اشتغلت مدرب، ولكن انا دايما بشوف ان فكره ان انا ابعد الناس عن 18 عندي اهم كتير جدا من اي حاجه، من ان انا اقف اشوف. فانا وجهه نظري ان انا لو، بس انا عمري ما اشتغلت مدرب، انا ما اعرفش، انا عشان كده بسال. اي انا كنت لو انا المدرب كنت هعمل ايه؟ كنت هقول لهم يا شباب احنا ننزل اول تلت ساعه العكس، اضغط من قدام كويس، واقفل على الناس من قدام. أيوة. واعمل للنادي الاهلي بيعمله الطبيعي. أيوة. ان انا اضغط على الفريق من الامام واخد الخط الدفاعي واوصل لقبل نص الملعب بتاعنا، في نص ملعبنا يعني ب 10 15، ده العادي. ايوه كده انا بعدت عن حارس المرمى تماما، تمام، وبعدت عن الضغط اللي عليا تماما. أيوة. حتى لو في ضغط هيبقى ضغط في وسط الملعب فقط. بالظبط، ما هو هنا هو انا مش معنى ان انا قلت ان انا اديله ما نضغطش من قدام ان انا اتقهقر لمنطقه الجزاء. تمام. او خط، لا، يبقى القصه كلها تبقى في نص الملعب بعيد عن المناطق الدفاعيه بتاعتي، بعيد عن حارس المرمى، لان الماتش ده في نقطه فنيه مهمه جدا. فضل. جدا جدا، احنا بقالنا فتره ما بنلعبش ماتشات رسميه على عكس شباب بلوزداد. ده كان السؤال اللي جاي، بس تمام. شباب بلوزداد الاسبوع اللي فات لعب الدوري بيلعبوا وبيكسبوا، فانا عشان كده بقول لك ما نضغطش من البدايه، احنا هنضغط في اوقات معينه، يعني مش هينفع نلعب من البدايه ان انت تضغط، هم رجليهم في الملعب اصلا. بس حضرتك وضحت ان هي مش لازم ان انا ما اضغطش يبقى ما اقفش ورا. لا، في نص الملعب. في نص ملعبي. وبعدين كل ما امسك كوره واحتفظ بيها انا عايز اول تلت ساعه امتص حماس الجماهير اللي في المدرجات، وحماس برضو الفرق، اللاعبين اللي بيلعبوا قدامي من خلال ان الكره معايا. وانت كره في رجليك وانت بتنقلها، تمام، دي اول حاجه ان انت بتدافع، لان مش هيجي في جون والكره معاك. فانت اول مراحل الدفاع مش ان انت تتقهقر وان انت تدافع، الاحتفاظ بالكره بالذات في اول 20 دقيقه، تاخد نفسك تشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين تبتدي تنطلق للامام. صحيح، ولكن يعني بس حضرتك وضحتها ان ما ينفعش ان انا دافع بس يعني، او في مثل هذه المباريات. لا لانه طبعا. عشان كده دايما الناس بتتكلم على انه، او جمهور الاهلي شايف انه لازم يبدا برضا سليم لانه هو الاسرع، هو الاقوى في هذا المكان. ما هو الخوف الرجوع من الاصابه، انه يبتدي وترجع له اصابه تاني، يعني الماتش الاصابه اصلا يعني بعيدا عن العضلات والرجلين، الماتشات يعني. هو بعد كان مصاب لعب كام ماتش؟ انت كابتن تلعب يعني، لو حضرتك تلعب بواحد زي رضا راجع من اصابه طويله في الاول، ولا استنى يعني في الاول لما يتعب ولما اطلعه؟ لكن لو لعبته مثلا نص ساعه ولا ساعه الشوط الثاني مثلا، ممكن يحصل اي حاجه، الله اعلم. لا، انا من احافظ عليه بره كورقه رابحه، استعمله لو عوزته. طبعا. لا، هستخدمه، هستعمله مش أوكي. يعني في كل الاحوال هستخدمه. أوكي. ولكن انا ابعده من بدايه الماتش، بدايه الماتش بيبقى برضو فيها بتبقى صعبه شويه. هو هيقعد بره هيتفرج على الفرقه الثانيه، هيشوف نقاط الضعف فين. بالظبط بالظبط، هتقدر تستخدمه في وقت، ودي بقى بترجع للمدير الفني ازاي يقرا الماتش بشكل كويس، وازاي يقول ده يلعب او ده ما يلعبش. بس انا مش من مدرسه اللي واحد يكون مصاب وبقاله فتره مصاب ورجع وبعدين يتحط يبتدي ماتش من اوله. يعني اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في الفريق الجزائري، يمكن احنا طبعا الفنيات عندنا اعلى، لاعبتنا كان من ناحيه القدرات الفنيه سواء على المستوى الهجومي او الدفاعي احنا احسن. ولكن هم برضو يمكن بيتميزوا بالروح شويه، عندهم روح، عندهم صفات اراديه كبيره، بيضغطوا، عندهم الحاله البدنيه بتاعتهم بيعتمدوا عليها بشكل كبير جدا. ولكن احنا لو في حالتنا ولعبتنا في حالتنا، وبنقدر ان احنا من ناحيه نحتفظ بالكره ازاي، من ناحيه الاستلام والتسليم والباس، لا باذن الله نقدر نطلعهم بره السيستم بتاعهم اللي بيخليهم كويسين. مجموعه، هذه المجموعه حضرتك بتعتبرها مجموعه قويه، مجموعه ضعيفه، مجموعه متوسطه، في ظل التقارب يعني 5-5 4-4؟ ما هي دايما دوري المجموعات بيبقى حتى لو معاك فرق مش على مستواها مش زيك، بس برضو بيبقى فيها صعوبات، فالنقاط اللي موجوده لا تعبر عن مستويات الفرق. المفروض المجموعه دي احنا كنا نبقى فارقين بشكل كبير وبقيه الفرق تحتينا، ولكن دايما دوري المجموعات الماتشات بتاعه المجموعات بتبقى صعبه،
فالمستويات احنا فارقين، ولكن نقدر انا اقدر اقول ان الثلاث فرق التانيين مستوياتهم متقاربه، يعني يمكن يجي بعدين شباب بلوزداد وبعدين يانج افريكانز وميدياما. يانج افريكانز وميدياما، يانج افريكانز خمسه وعنده مباراه مع ميدياما، لو كسب هيبقى هو الثمان نقاط ويصل لثمان نقاط، وبالتالي يعني دايما احنا عارفين في البطولات الافريقيه اللي بيوصل لعشر نقاط بيبقى هو يعني يا اول بتصعد كده كده بتصعد لما توصل لعشر نقاط، اول او تاني بقى دي بعد كده. لكن يانج افريكانز بالشكل اللي حضرتك شفته عليه مع شباب بلوزداد ومع ميدياما، هل شايفه فريق يستطيع المنافسه مع النادي الاهلي في ظل وصوله لنقطه خمسه؟ مش يستطيع المنافسه مش مع النادي الاهلي، يستطيع المنافسه مع شباب بلوزداد. اوكي، يعني دول ممكن ان هما الاثنين ينافسوا بعض على المقعد الثاني مع النادي الاهلي. الوضع الطبيعي ان احنا باذن الله احنا لازم نكون اول مجموعه باذن الله تعالى، ومن هنا بيجي اهميه الماتش اللي جاي ده. مهم جدا جدا جدا، ماتشين بره كمان يعني، ده وبعدين ميدياما بره بالظبط، بس ده ولو خدت 3 بونت انا بحسب الماتش ده بستة بونت، انت هتاخد 3 وهتدوس على شباب بلوزداد هتخليه 4 نقاط زي ما هو، فانت كده عديت بنسبه كبيره. مباراه ميدياما برضو بره لو قدرت، حتى لو قدرت ان انت تعمل درون او تكسب يبقى انت وصلت. فانا شايف ان باذن الله الماتش بتاع بعد بكره ده نتيجته هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، وهتبقى مؤثره لتصدرنا المجموعه باذن الله. غياب الشناوي هل يعتبر من الامور السلبيه، ولا شوبير او حمزه يقدروا يعملوا لا، غياب الشناوي طبعا هيعمل مشكله. الشناوي حارس كبير وعنده خبرات كبيره جدا، الماتشات دي طبعا اتعود عليها، خبراته اللي عنده، ثباته الانفعالي. انا اتمنى كل التوفيق بقى، سواء حمزه هيلعب او مصطفى شوبير هيلعب، ان ربنا يوفقهم ويبانوا بشكل كويس ويقدموا مباراه كويسه. طيب في نفس الاطار ناحيه اليمين، محمد هاني ولا اكرم توفيق؟ اكرم بعيد يعني. اكرم الفتره اللي فاتت بعيد، محمد هاني محمد برضو قد يكون مجهد شويه، مجهد، بس برضه من تحجيب اكرم من بعيد قوي. يعني انت عندك اتنين لعيبه، الاتنين لعيبه طبعا مستويات عاليه جدا سواء كان هاني او اكرم، ولكن انت هاني رجله في الملعب، اشتغل مع المنتخب بشكل كان بيلعب باستمرار، اكرم بعيد الفتره اللي فاتت، فانا شايف برضه ان هاني ممكن يكون هو ليه البدايه يعني. ما اعتقدش ان، طب التشكيل من وجهه نظرك لو هيلعب؟ ما هو التشكيل هيبقى يعني حارس مرمى قلنا مصطفى شوبير، ماشي تمام، ممكن محمد هاني وممكن محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، نص الملعب مروان عطيه وامام عاشور، وممكن يتحط قفشه معاهم قدامهم، وثلاثه قدام بقى حسين الشحات وكهربا، وممكن طاهر محمد طاهر او كريم فؤاد. البطولات السنه دي النادي الاهلي عنده العديد والعديد من البطولات، وكانها كلها صعبه سواء البطوله الافريقيه او حتى الدوري، ويعني بعد تجديد معظم الفرق لفرقهم من خلال مثلا وجود 7-8-10 صفقات في نادي الزمالك، النادي الاسماعيلي 7-8-9 صفقات، ايضا نادي الاتحاد السكندري وان هو ماشي بشكل جيد، كلها بطولات صعبه كابتن خالد. طبعا بطولات صعبه وماتشات كتيره محتاجه تركيز، ماتشات كتيره وضغط ماتشات، محتاجه ان اللعيبه كلها تبقى مفيش اصابات، كل اللعيبه تبقى موجوده اوراقك عندك، بحيث ان مستر كولر لو عايز يستخدم اي لعيب او يعمل روتيشن يريح شويه من اللعيبه من ضغط المباريات يبقى عنده الحريه في كده. نتمنى باذن الله. هل ده هيحصل روتيشن؟ بيبقى في حدود، لازم يحصل يعني لازم، مع ضغط المباريات والبطولات الكتيره اللي النادي الاهلي بيشارك فيها لازم يحصل روتيشن، ولكن بتبقى نسبتها محدوده، مش بالتسعه والثمانيه لعيبه. لا، الروتيشن بيبقى في حدود 3-4 لعيبه، واحد في كل خط يبقى مناسب جدا يعني، بحيث ان انت ما تستهلكش لعيبتك وتقدر تحافظ عليهم عشان تقدر تكمل في البطولات اللي انت بتشارك فيها، لانها بقى عديد وعديد من البطولات. السفر قبل المباراه بيومين بس يمكن عشان 3-4 ساعات اعتقد شيء جيد يعني. بالظبط بالظبط، مش محتاجه يعني، انت تمرنوا وسافروا النهارده، سافروا تمرنوا هنا وسافروا بكره التمرين على الملعب خفيف، التمرين الخفيف والماتش ده طبيعي جدا، ده طبيعي يعني عشان المسافه صغيره. بالظبط بالظبط. ولا حضرتك شايف ان هو ممكن يعني كان ممكن يبقى يروح يومين ثلاثه بدري؟ لا مش محتاجه، مش محتاجه صح، لكن المسافات الطويله بيبقى محتاجه ممكن، يعني جنوب افريقيا مثلا ولا حاجه بيبقى
محتاج ان هو يقعد فيها وقت اطول تيالي. ما حاجه من الاثنين في الحته دي يعني، هي بالذات في عشان يحصل تكيف للعيبه لو المسافات بتبقى طويله، حاجه من الاثنين، لا تروح بدري قبليها باربع ايام بحيث ان يحصل التكيف واللعيبه تاخد على طول، على طول بيوم، يا اما على طول. فزي دي انت بتسافر النهارده تتمرن بكره تمرين 3 4 ساعات برضه، خلي بالك الجزائر جواها زي جونا بالظبط، ما فيهاش يعني لا نفس درجات يعني الحرارة، مش مثلا الساعة تلاقي هناك الرطوبه عاليه والحراره مش عارف لا يعني نفس نفس جونا. خلي بالك موضوع الرطوبه ده في كاس امم افريقيا فرق معانا بشكل كبير جدا 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 طبعا، يعني نقطه ما حدش يمكن تطرق في الكلام فيها كتير، ولكن ده بقى اللي كان المفروض احنا نسافر قبل البطوله اقل حاجه اسبوع اللعيبه تقعد هنا علشان طب المغرب سافرت قبلها باسبوعين لا باسبوع صح بسبع ثمان ايام ولعبوا ماتش ودي هناك ولعبوا ماتش ودي ده علميا هو ده الصح. سيبك ان المغرب طلعت ولكن هو ده كان التصرف المظبوط اللي انا كنت اتمنى احنا كنا نعمله. ازاي هتتعامل مع الرطوبه؟ اللعيبه هتتعامل مع الرطوبه ازاي والجو الحر؟ هو مش الجو الحر، نسبه الرطوبه. اوكي. ازاي هتتعامل معاها؟ ازاي هتوزع جزء جهدك خلال 90 دقيقه؟ ازاي مش هتلعب بنفس الريتم طول 90 دقيقه؟ مش هتقدر. لكن ده في الجزائر مش محتاجينه قوي، لا طبعا مش محتاجينه، لا 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 لا، الجو ما فيش فرق، نفس درجات الحراره ونفس الجو. هل من الممكن ان نرى تغيرات كثيره في التشكيل؟ لا لا يعني انا فاهم حضرتك بتقول ده حضرتك بتتكلم عن وجهه نظرك لكن من كولر بقى انا اتمنى يعني ما يبقاش يعني كلنا يعني لكن هل ممكن يعمل تغيرات عن اخر تشكيل؟ يعني انا معروف ان احنا دايما كان مثلا ماشي بيرسي مش موجود اوكي لكن هل مثلا هيبدا بكهربا ولا مودست؟ هل الناحيه الشمال هيبدا بحسين ولا بطاهر ولا برضا ولا باحمد عبد القادر ولا بمين؟ حتى احمد بعيد كمان فيعني فممكن هل هيبدا بمين؟ لا ناحيه يعني اليمين زي ما حضرتك قلت حسين الشحات يعني ممكن يحط حسين ناحيه اليمين او وات ايفر، ممكن يودي حسين ناحيه الشمال ولاعب كريم فؤاد ناحيه اليمين وكهربا ثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين؟ ثلاثه يعني سلية ومروان. سلية لو سليم يبقى سليم بيتمرن لا انا سليم. سمعت ان هو كان في حاجه كده مش عارف ربنا يسأل تطلع بسيطه يعني لو عمرو السلية سليم يبقى امام عاشور ومروان عطيه وعمرو السلية، يعني دي هتبقى يعني متهيألي الاختلافات مش هتبقى كتير يعني. طيب اخيرا يا كابتن خالد، مثل هذه المباريات بيبقى عليها علينا ضغط نفسي وكل حاجه، ولكن اعتقد ان هي بتبقى ماتشات حلوه يعني طبعا للاعبين وللجهاز الفني، تقول لهم ايه في ظل الصعوبات اللي حضرتك قلتها؟ صعوبات كثيره جدا، توالي مباريات خلال الفتره القادمه عشان بس ما حدش يقول لك مش عارف ايه، توالي مباريات خلال الفتره القادمه، في نفس الوقت رايح تلعب خمس نقاط، خمس نقاط ليانج افريكانز، اربع نقاط لفريق عايز يكسبك عشان يصل الى الدور اللي بعد كده. انا اقول لهم المباراه مش هتبقى سهله، المباراه هتبقى صعبه. والنبي عشان الناس فاكره ان المباراه لا مش عارف ليه، انا نفسي افهم ليه الناس فاهمه ان المباراه سهله. يعني ممكن يبقى ثقه في امكانيات لعيبه النادي الاهلي وفي اللعيبه، ولكن احنا بنتكلم فنيا لا المباراه صعبه، بظروفها صعبه، مباراه بست نقاط مش ثلاثه، انت لو ربنا كرمنا وكسبنا هتاخد ثلاث نقاط وهتفقد اللي هو عنده اربعه ثلاث نقاط. مهم طيب طلعته بره مهم جدا التركيز، التعامل مع الماتش من بدايته لنهايته وعدم الافراط في بذل الجهد من البدايه للنهايه وتوزيع بذل الجهد على مدار ال 90 دقيقه عشان تقدر ان انت تكمل بنفس القوه اللي انت هتبتدي بيها، استثمار الفرص اللي تيجي في الماتشات اللي زي دي، الفرصه بيبقى ليها ثمن كبير جدا لان ممكن ما تتعوضش. صحيح. نتمنى لهم التوفيق. استثمار الفرص ده مهم جدا. طبعا نتمنى لهم التوفيق ويرجعوا باذن الله عاملين نتيجه. يا رب. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا، وكالعاده بنستفيد بوجودك معانا. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جد الله. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ محمد القوصي في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ منور. ربنا يخليك يا كابتن، سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ شرفنا كالعاده طبعا. ربنا يخليك يا كابتن. اخبار حضراتكم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. السؤال المعتاد في كل البرامج وفي كل الدنيا. ايوه. بتاع كابتن حسام، هل حضراتكم ما سالناكوش لسه، هل حضراتكم مع تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، ورأيكم بشكل عام
اتفضل يا استاذ محمد. يعني طبعا بعد التجارب اللي احنا مرينا بيها طبعا كتير جدا مع المدربين الوطنيين، دايما تجربه المدرب الوطني بتثبت ان هي الانجح مع المنتخب الوطني، لان هو الاقرب للعيبه والاقدر واللي هو عارف الظروف وعارف الحاجات. هو الناس عارفه الكلام ده، لكن انا دلوقتي سؤالي، الناس عارفه ليه دايما بنروح للمدرب الاجنبي بدل كلنا عارفين كمسؤولين رياضيين كصحفيين رياضيين وكاعلاميين رياضيين وكلاعيبه قبل كده وحضراتكم اساتذتنا وكل حاجه، ولكن ما الناس عارفه ليه بيروحوا للمدرب الاجنبي ويسيبوا المدرب المصري؟ اكيد في حاجه، اكيد بتبقى حسب. بص احنا ما عندناش نظام ثابت في الكره المصريه، ما عندناش خطط واضحه وحاجات محدده، ما عندناش معايير ومقاييس كامله بنشتغل عليها طول الوقت. يعني مثلا عندنا المنتخب الوطني ده يا جماعه في قواعد موجوده، المدرب الوطني هو اللي هيدير المنتخب الوطني طول الوقت، ولازم يكون هو مدرب من ابناء الوطن، ولازم يكون ليه سي في، ولازم يكون ليه مستوى معين، ولازم يكون ليه درجات معينه. احيانا بتيجي مجلس اداره ما يكونش عنده قناعات بالمدربين الوطنيين اللي موجودين فيروح مشايلهم، احيانا يحب يريح دماغه ويقول لك علشان ما حدش يهاجمني وما حدش يبقى جبنا ده ودينا ده نجيب واحد اجنبي ونريح دماغنا. فبتبقى افكار مختلفه واراء مختلفه غير مطابقه مع الواقع. لكن الواقع انا بقول لك الواقع اللي بيثبت ان المدرب الوطني دايما هو اللي بيحقق نتائج. لا حتى طيب. يعني لما تيجي تتكلم عن البطولات اللي خدتها كلها يعني من 57 و59 مدربين وطنيين، ما فيش 86 مايكل سميث، بعد كده كابتن الجوهري، بعد كده كابتن حسن شحاته، ده كل تاريخنا مع النتائج اللي اتعملت كلها نتائج عظيمه، اعظم نتائج عملناها بمدرب وطني بحاجات كويسه. فاتمنى ان تكون تجربه الكابتن حسام، يعني راجل كان حلم حياته وبيقاتل من اجل هذا الامر، ان يقدم لنا تجربه مختلفه وتجربه جديده، تجربه سريه، تجربه تعيد للمنتخب المصري، ان احنا بقى لنا فتره كتيره جدا فاقدين الهويه، فاقدين الشخصيه مع كل المدربين بشكل كبير جدا. يعني نتمنى ان هو يرجعنا تاني للنقطه دي. يعني فاكر ماتش مصر وتونس بمناسبه الهويه؟ تخيل منتخب مصر اللي كان ودي قبل كاس الامم الافريقيه، خسرنا 3، لكن مش بتكلم على الخساره، لكن انا بتكلم على ان كان في 4 تنفار في اللي موجودين في في في, في المدرجات، 4 تنفار قاعدين في المدرجات. تخيل منتخب مصر بجميع نجومه ومنتخب تونس بجميع نجومه ومباراه في هنا في القاهره كمان ما كانتش في بره، و4 تنفار اللي موجودين فيه. بمناسبة الهوية اللي مفقودة، يعني احنا ما بقاش فيه الاهتمام زي الأول بمنتخب مصر، ما بقاش فيه الناس تروح الماتشات. يعني أنا أعتقد إن ده لو قبل كده بشوية وماتش ما بين منتخب مصر بمحمد صلاح بمصطفى محمد بمرموش بفلان بتريزيجيه بكل الناس ومنتخب تونس بكل الناس وكل النجوم، وما تلاقيش إن في 4 أنفار موجودين. لا ما دي مشكلة كبيرة جدا بتعاني الجماهير بعيدة أثر على المنتخب الوطني، أصبح كمان في نوع من تحزب الأندية أكتر من المنتخب الوطني، عشان نبقى صرحاء وحقيقيين. طبعا الأحداث اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة والأجواء والشحن والتعصب ده أثر على حاجات كتير جدا الحقيقة، أفقد الجماهير الهوية والانتماء والحب حتى المنتخب مصر، وده شيء سيء وشيء كارثي ما نتمناش انه يكون موجود. ولكن برضو خلينا نكون واضحين ان هناك بعض الامور اللي بتحصل في بعض الاستادات هي برضو كان لها دور في عزوف الجماهير. بالظبط، وكانت الامور الاول كانت اسهل وكانت مريحه، يعني حاجات كتيره جدا كانت متيسره بالنسبه للناس. انا افتكر في 2006 كانت الامور رايحه جايه، يعني الناس كلها كان بياخد مراته وعياله ويروح. ده صحيح. دلوقتي ما بنشوفش هذا الكلام. استاذ محمود، احنا لما كنا بنتكلم عن المنتخب الوطني، طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا هسمع رايك، ولكن من الاراء اللي سمعتها كتير في برامج كتير ومن اساتذه كبار قالوا انه طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم تمام ويستحقوا ويكونوا الكلام اللطيف الحلو ده، ولكن في النهايه الجهاز عليه كله بعض علامات الاستفهام من وجهه نظر البعض. يعني أنا بشوف إن المدرب من حقه يختار اللي هو عايزه. حلو الكلام. أولاً المنتخب بأمانة شديدة تفرق دمه بين القبائل، يعني أصبح مفيش حساب. مفيش، لا ال- 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 الكل بينال منه، بدليل أنت بتتكلم على نقطة وقضية في منتهى الخطورة والأهمية اللي هي الدعم المعنوي اللي هو الدعم الجماهيري. أنت النهارده لما تبص على المشهد، معلش في النقطة دي تحديداً، هل وجود كابتن حسام هيفرق؟ من هوصل لحضرتك حاجه، انت بتبص على الاستوديوهات التحليليه تحولت الى تحزبات لصالح الانديه، كل واحد ليه لعيب اتنين بيدافع عنهم بطريقته باخرى ويشوف في الاخر. يعني لم يعد هناك فيه لحمه بجانب المنتخب ان المصلحه العامه توجب ان احنا ننزل الحاجات دي ونشتغل عليها. صحيح. يكون عامل مهم جدا وتكون بدايه نجاح لحسام حسن وابراهيم اذا قدروا يرجعوا الجزئيه دي، اذا قدروا
يكون لديهم منطق. وعاوز اقول لك انه من سر نجاح الكابتن وجيه رحمه الله عليه الجزئيه دي، يعني في واقعه كبيره جدا في فتره من الفترات كان وصل قمه التعصب ما بين الاهلي والزمالك والجماهير، ولما تم استدعاء المنتخب للتشكيل كابتن جوري كان شاعر بحجم الفرقه، وده واخد جنب وده واخد جنب، ولجا الى ايه؟ الى مساله اثاره المشاعر بالاغاني الوطنيه وحب الوطن. هو اللي بداها صحيح. هو اللي على فكره لان هو كان يعني هو اصلا ضابط جيش، ضابط طبعا في الشؤون المعنويه، فامتلك الجزئيه دي، قدر يكسر حاجز وامور في غايه الخطوره. اتمنى انه انا شايف يعني اتمنى انه كمان الامور افضل لحسام من سابق، يعني دلوقتي اللعيبه برضو مع بعض عندها علاقه، الامور برضو علاقه اللعيبه حاجه غير الجمهور، لكن قدره انه هو يستطيع انه هو يغلب الامور ويعيد الجمهور مره اخرى، وانه كمان القائمين على الامر يتفهموا الامر انه لابد يكون في تسهيلات بصوره او باخرى لعوده الجمهور، وانه الخطاب اللي احنا شايفينه المربد بالغيوم على الشاشات اغلبها يعني 90% الا ما رحم ربي، يعيد الامر انه منتخب مصر بالفعل هو الواجهه، وهو زي ما بيقولوا حبه الكريز اللي موجوده المفروض نحافظ عليها ونلمعها ونديها، لانه كل اللي انت شايفه ده من مسابقاتك من انديتك هدفها رقم واحد هو تمثيل شعار المنتخب، وده في حد ذاته شرف لاي حد يعني يرتدي فنانه المنتخب الوطني. فالامر ده هتكون من الحاجات المهمه جدا للكابتن حسام، انه كمان هم نفسهم مطالبين هم يغيروا يدوا صوره مختلفه خالص عن الوضع الناس اللي جايه عليه، عاوزين نشوف نموذج مختلف يستحق يقول انه لا الفرصه دي اتاخرت عليا وانا جاي هوريكم انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ هي خطوه واحده او خطوتين هتشعر بك الناس انك انت فعلا عندك هدف، انتوا يعني تعلي بالمصلحه العليا، تنسى كل شيء، تمحو كل ما قيل وما قال، واي بني ادم في خلال مشواره بيبقى عنده مشاكل وعنده كذا، لكن انت ايه من الذكاء جدا انك انت ايه تنتصر لصالح المنتخب مش تنتصر لصالح نفسك. فانا عايز اقول لك انه دي جزئيه مهمه، جزئيه تشكيله الجهاز انت قلتها وجبت على السؤال يا كابتن، ومن حقه يختار الجهاز بتاعه عشان تيجي بكره هو تيجي بكره انا دلوقتي اقول لك لا انا كنت والله عايز محمد الرؤوس معايا، انت قلت لي لا انا محمد الرؤوس مش عايزه فانا جبت فلان بامانه شديده، رغم انت ايه يعني انا على المستوى كنت اتمنى اشوف في الجهاز واحد زي كابتن احمد الكاس، انا كنت نفسي اشوف الكاس من الناس اللي شافوا يستحق ان هم يكونوا موجودين ولهم دور اكبر. هو رفض او هو يعني انا بقول لك لا انا ما اعرفش لما انا بقول لك في ناس تانية ممكن كنت تشوف مثلا سيد معوض، تم اختيار محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب عنده تجربه مع وادي دجله وبتاعه، وعلى فكره كانت مفاجاه لناس كتير انه يعني ايه حاجه كانت مفاجاه، لكن برضو محمد من اللعيبه الكويسين جدا ومن المدربين اللي برضو قدموا مشوار برضو مع عدد من الاجانب طبعا المدربين الاجانب ده اللي انا اعرفه. فانا عاوز اقول لك ان هو خليه ياخد التجربه، يختار جهازه اللي هو عمله معاه، ونتمنى له التوفيق والنجاح، وهنشوف المؤتمر الصحفي بكره هيقول فيه والافكار اللي هتطرح والاسئله اللي هتوجه ليه من خلال الزملاء الاعلاميين، وخاصه كمان انت عندك ايه تجمع مش بعيد، لان عندك ايه تجمع 18 يعني بس عاوز اقول للناس ايه التجمع يا جماعه والدوره دي مش هتكون مقياس الحكم ولا مقياس ان احنا نكون لا ده لسه الوقت طويل جدا، انت عندك محتاج بامانه شديده الناس تهدى، محتاج نشيل الراجل ده زي ما ادينا للاجنبي فرصه وادينا له حقه وخليناه عمل اشتغل معانا هو على مدار سنه وست شهور شوية. ندي لحسام فرصه، احنا عندنا ماتشين في غايه الاهميه في شهر 6 مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، الماتشين دول مهمين جدا في مشوار تصفيات كاس العالم، احنا بدانا كويس، اتمنى احنا نحافظ على تصدرنا لقمه المجموعه، محتاجين ان احنا نكسب الماتشين، الفوز بيهم بيديك دفعه معنويه كبيره جدا، فاعتقد انه ايه محتاجين خلاص القرار صدر وعلى الجميع ان يلتف حوالين الجهاز الفني الجديد، والناس كلها كانت تقول لك مدرب وطني اهو جه المدرب الوطني، ومدرب وطني كان طموحه وحلم حياته انه حد يديله حق، اخذت حقك جات لك يا عم توكل على الله ورينا وفرجنا ورجع الجمهور ورجع الناس، وهو اختياراتك تكون حريص فيها على انه مصلحه المنتخب هي رقم واحد واثنين وثلاثه بالنسبه لك. طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل تقرير مع كابتن محمود ابو الرجال وكابتن محمود عاشور، ونرجع نسال اساتذتنا عن هذا الامر وتالق الحكام المصري في كاس الامم الافريقيه. حاجه
مشرفة جدا. الدولة المصرية متمثلة في السيد وزير الشباب والرياضة بيكرم الحكام، حدث يمكن ما حصلش كتير قبل كده لكن كنا منتظرينه من زمان وكل الحكام المصرية منتظراه، يعني حاجة كويسة جدا. احنا نفسنا مبسوطين وفخورين، حاجة كويسة للتحكيم المصري. نتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجات اكبر للتحكيم المصري علشان نلقى تشريف وتشريف وتشريف من الدولة المصرية ومن الجمهور المصري ان شاء الله. والله انا كنت موجود النسخة اللي فاتت، عندنا دلوقتي مش بعيد، والله مش بعيد، يعني احنا دلوقتي عندنا حكمين مرشحين ان شاء الله نبني على كده، ممكن نروح طقمين ونروح فيديو. عدد الفرق كبير النسخة القادمة في امريكا، فان شاء الله انا شايف وعندي نظرة تفاؤل ان شاء الله بدعم الدولة المصرية وسيادة الوزير اشار لده في التكريم، ان احنا ان شاء الله نقدر نروح لحتة بعيدة باذن الله. الحكام محتاجة حاجات كتير، يمكن احنا اتكلمنا مع مجلس الادارة ومع معالي الوزير ان احنا محتاجين اجواء النجاح كتير، في حاجات كتير تفاصيل كتير جدا اتكلمنا فيها، صعب ان انا اقولها كلها دلوقتي، لكن الحياة الاحترافية بتاعة اللاعب الحكم محتاجها بحيث ان هو يوصل لنقطة بعيدة ان شاء الله. الحكومة المصرية عملوا بطولة كبيرة جدا، ظهروا بمستوى يليق بيهم يليق بالتحكيم المصري، اذا كان امين عمر ولا محمد عادل او محمد معروف او البنا او احمد حسام محمود ابو الرجال. يمكن انا الحمد لله ربنا اكرمني وكنت ممثل للتيم ده في النهائي، انما كلهم يستحقوا يلعبوا. يمكن الميداليه اللي خدناها دي هي ميداليه كل الحكام المصريين اللي شاركوا، ميداليه كل التحكيم المصري، واعتقد ان هو الناس بتتلمع على حاجه كويسه، وان احنا الحمد لله كل الحكام ادوا اداء كويس جدا وعملوا مباريات كبيره جدا، واعتقد ان احنا ممكن يعني ان شاء الله تبقى دي نقطه انطلاقه للتحكيم المصري انهم يعملوا حاجه كويسه ونستمر في المستوى ده، وان شاء الله يكون في دعم من الاعلام والناس تثق في التحكيم المصري، لان الحمد لله رب العالمين الاداء اللي ادوه الحكام وثقه لجنه الحكام الافريقيه في ان تدي طاقم تحكيم كامل 6 حكام في مباراه الافتتاح، ونمثل مصر ان احنا لاعبين مشاركين في 37 مباراه كحكام مصريين في بطوله الامم الافريقيه، اعتقد ان دي ثقه كبيره جدا للتحكيم المصري، واعتقد ان احنا عايزين نستثمر ده كلنا، يعني كاعلام كاتحاد كوره كوزاره الشباب اللي بتكرمنا النهارده نشكر معالي الوزير طبعا، نستثمر ده كله ان يتم انطلاقه لكل الحكام المصريين، يعني لزمايلنا الصغيرين للحكام اللي موجودين دلوقتي برضو، عندنا حكام مرشحين كاس عالم محتاجين نقف وراهم، امين عمر ومحمد معروف والمجموعه ان شاء الله اللي تبقى بعد كده اذا كان في تقنيه الفار او المساعدين، محتاجين دعم كبير جدا من الاعلام المصري، وان احنا نكبر حكامنا ونثق فيهم، وان شاء الله بالثقه اللي لقوها الحكام من الاتحاد الافريقي لو لقوها في مصر اعتقد الاداء هيختلف، ومش هنلاقي الاخطاء هتفضل موجوده، انما الاخطاء يعني هتبقى اخطاء قليله جدا، وان شاء الله بنعد كل الناس ان شاء الله يعني المستوى يفضل ثابت كده ويفضلوا الحكام وهم اللي يشوفوهم في الامم الافريقيه يلاقوهم في الدوري المصري باذن الله. يا رب دايما نشوف مثل هذه الكلمات الجميله على التحكيم المصري. لكن انا برضو عندي قصه، كابتن محمود عاشور، كابتن محمود عاشور اخويا وصديقي يعني وطول عمره، واحنا هو قدي في السن تقريبا، ولعبنا مع منتخب مصر مع بعضه، ولكن كابتن محمود الثقه موجوده، اعتقد ان الثقه موجوده بدليل عدد كبير من البيانات النادي الاهلي كانت لتأييد الحكام المصريين والوقوف في ظهر الحكام المصري، ولكن هي الثقه موجوده، ولكن الاخطاء كتيره قوي يا استاذ محمد، كانت كتيره قوي، اتمنى ان هي ما تبقاش كتيره بعد كده الفتره اللي جايه طبعا، يعني لكن بدايه طبعا يعني حلوه اللمحه، التكريم للطاقم التحكيم المصري، 7 حكام اللي مثلونا اللي كانوا موجودين في كاس الامم الافريقيه الحقيقه قدموا بطوله حلوه جدا، بطوله مميزه، يعني كانت السفاره المصريه حاضره وبقوه على مدار الادوار الكامله البطوله، من مباراه الافتتاح لمباراه الختام. حكمنا في الادوار الاولى، حكمنا في دور 16، في الدور الثمانيه، في نص النهائي، حكمنا في النهائي، فكنا موجودين، فكانت حاجه جميله جدا ومشرفه. فبقى السؤال المطروح عند الناس، ازاي انتوا كويسين هناك بالشكل ده وجمال ورائعين وبتقدموا بشكل مميز جدا، وان هو يحصل نوع من الاهتزاز احيانا هنا؟ أنا مش نوع من الاهتزاز، اهتزاز كامل هنا. انا من وجهه نظري ان هنا يعني الحكام ما بيلاقوش الحمايه الكامله، يعني هنا الحكام ما لهمش ضغط.
عشان نبقى صراحة يعني. لكن هناك في الاتحاد الافريقي لهم ظهر، ما حدش يقدر يبص لهم ويقدر ياخد قرار وعارف ان وراه اتحاد وقوي جدا هيقدر يحميه ويجيب له حقه ويقدر ياخد حقه بالكامل، ما حدش يقدر يبص له. لكن هنا امور مختلفه جدا. اتمنى لو اتعملت قوانين ولوائح قويه جدا تحمي الحكم المصري، اعتقد اللي شفناه في الكوت ديفوار هنشوفه هيبقى موجود معانا هنا في. هل من الممكن ان نرى طارق الكلام ده النهارده؟ الاتحاد الافريقي عمل عقوبه النهارده. انا بحب التفاؤل. لا لا، الاتحاد الافريقي عمل عقوبه النهارده على لاعب السنغال اللي عمل تصريح بعد خساره السنغال من كوت ديفوار. دياكاتير النهارده ايقاف 4 مباريات وغرامه 16000 دولار بسبب تصريح قاله في بعد المباراه. مالي تقصد؟ لا ده السنغال لسه موقعة مالي لغايه دلوقتي ما صدرش في حاجه مع محمد عادل اللي هي وقعت حاوله الاعتداء عليه والكلام ده، بس اكيد هيبقى فيها قرار. لكن النهارده القرار ايه؟ انه اللاعب قال جمله ليه يعني زي ما تقول اتنونا الحمايه. اذا الحمايه الحمايه هنا مهم. ثانيا التحرر من الضغوط. يعني النهارده انا عاوز اقول حاجه، انا شايف اكتر من انا بلاعب كوت ديفوار ومالي بيلعبوا ضد بعض. لا التحرر من الضغوط هنا، الضغوط هنا، الضغوط هنا، الضغوط التليفونات الو انت فاهم، انا خلي بالك مش عارف مين. عاوز اقول لك ايه هناك المشهد محدش. بس هقول لك حاجه يا استاذ محمود، انا ممكن يجي لي تليفونات اقول لهم حاضر من عينيا وبتاع، بس انا انزل الملعب. ايوه ما انزل ايه، انزل ايه دي. هو لابد بعد اللي حصل ده لابد ان يتغير لابد ان يتغير المشهد كليا، يعني مشهد النجاح وتكريم الوزير والناس فرحت بيهم. شوف لما اتعملت حاجه كويسه الناس عملت ايه. شوف كلام على الدوله المصريه، انا بكلمك اهو، انا بكلمك. وعاوز اقول لك على حاجه، كنا نستحق ان احنا اللي ندير المباراه النهائيه، مع كامل احترامي للجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، هي جمله يعني موريتانيا. لا جمله موريتانيا في صوره رئيس الاتحاد الموريتاني وعلاقته مع باتس موتسيبي والكلام ده، لكن مصر الحكام المصريين كان يستحقوا فعلا ان هم يكونوا مباراة. يعني زي ايه، خد على غرار الازمه حاليا بتاع رضوان جيد مع الاتحاد الافريقي النهارده، صاحب منه شارة دوليه النهارده خلاص. ده عملت مشكله. شوف مجرد ان هو اعترض انه شاف نفسه ان هو يستحق انه ايه كان يدير المباراه النهائيه او يدير مباراه سيفان، ما تدينيش ادير ايه مباراه الثالث والرابع. انت بتقول لي خلاص هو شعر مثلا ان هو من الحكام المميزين، طبعا لا احد يختلف عليه على فكره. لا لكن عاوز اقول لك ايه، المشهد وفرحه الناس بالتحكيم المصري بتولسوا بتديكوا رساله بتقول لكم ان الناس عاوزه تشوف الحاجه الحلوه، عاوزكم كده. ده هو ده الضغط بقى الحقيقي. انا بكلمك عاوزين كده وعاوزين ايه نشوف اكتر من كده. وكون ان مثلا انت عندك اثنين كانوا في راحوا في حكام كاس العالم اللي خلاص اللي هو محمد معروف وامين عمر، ده في حد ذاته شيء كويس جدا بامانه شديد. فانا عاوز اقول لك انت قبل كده ما كانش حد بتلك بيعدي اساسا. لا انت لك مونديالين ما حدش باين سال فيه غير حامل رايه وخلاص وعدي كده ومع السلامه. فاللي انا عايز اقوله انك انت لما عملت حاجه كويسه والناس شعرت وشافت برضو انت ايه، يمكن شويه بعد خروج المنتخب الناس برضو فرحت بتواجد الحكام في المباريات وفي السيمي فاينل وتواجد في المباراه النهائيه في على الفار. فاعتقد انه نتمنى ناخد من اللقطه الجميله دي وان احنا نكمل ونشوف دوري مصري مميز في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب هنطلع نشوف ماذا قال كابتن ناصر عباس وكابتن ايمن دجيش عن هذه التكريمات الرائعه اللي استحقها كل التحكيم المصري، وان شاء الله يكون دايما القادم افضل. نطلع نشوف ماذا قال كابتن ناصر وكابتن ايمن دجيش ونرجع نكمل. مبادرة كبيرة جدا جدا النهارده، وجود القامات دي موجودة مع طبعا رموز التحكيم مع الحكام كلها اللي لعبت في البطولة. النهارده رسالة مهمة جدا جدا في وجود معالي الوزير للحكام، مش بس حكام البطولة لكن جميع حكام مصر النهارده، ان الأداء الجيد دايما بيلاقي السند والدعم. واعتقد النهارده يوم بالنسبه للتحكيم المصري يوم مشرف جدا جدا للتحكيم، ولكن يعني هي دي البدايه. اللي جاي اصعب بكتير، يعني اللي جاي صعب جدا جدا. احنا النهارده بنامل ان يكون عندنا طاقم تحكيم في كاس العالم 2026. مهم جدا الكل يعرف ان الموضوع مش سهل. الحكم هيشتغل على نفسه والاتحاد هيقف معاه، ولكن لابد من الجميع يساند الحكام في الفتره اللي جايه. ازاي توفر المناخ الطيب للحكم؟ انت عارف ان عندنا حكام بيعملوا في بعض الوظائف، النهارده التحكيم بقى احتراف. فالفترة اللي جاية عشان يبقى عندك طاقم تحكيم بالكامل بنتكلم على حكم واثنين مساعدين وحكم رابع واثنين حكام فار،
لا الموضوع مش بس الحكام اللي تشتغل على نفسها، لا لابد من اتحاد الكره ومسؤولي الرياضه ان هم يقفوا في الفتره اللي جايه مع الحكام. مش هتقول صعب، ولكن ان شاء الله عندنا بامكانيات حكامنا والاداء اللي هم ادوا بيه في البطوله بشكل عام اعتقد هيكون ليهم نصيب ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي. سبع حكام قدموا مستويات الحمد لله عاليه في جميع الادوار. ابتدينا من المباراه الافتتاحيه لغايه المباراه النهائيه. التحكيم المصري كان موجود، هو النهارده على القمه في التحكيم الافريقي. لازم باذن الله في القادم ان احنا نبني على ده ان حكامنا دي عندنا طقم باذن الله يبقى طقم كامل مرشح في كاس العالم اللي جاي. لازم نشتغل عليهم كويس جدا من دلوقتي. كمان نشتغل في الناحيه الثانيه ان احنا لازم نشتغل من تحت، لان انت عارف بيبقى في تعاقب اجيال ولازم تبني من تحت. اللي بيشتغل وعايز يطور وبتاع لازم تبني من تحت وتطلع اجيال ثانيه، لان دي سنه الحياه. لازم تجهز، ما نركزش مع اللي فوق دول خلاص، لازم ندعمهم في الفتره اللي جايه. لان احنا في بطوله كبيره في 26 كاس العالم وهيبقى موجود طقم من عندنا، نشتغل معاهم في نفس الوقت نشتغل مع حكامنا من تحت. والنهارده من خلال القناه وبتاع بناشد الدكتور اشرف صبحي، وانا متاكد ان هو في الفتره الجايه الامور هتتغير. لازم يبقى في دعم لحكامنا، لان اكيد في حاجات كتير ناقصاهم، في مشاكل بالنسبه لهم كتير اكيد. هم النهارده بيتكلموا مع سياده الوزير اكيد. باذن الله الامور تتحل، لان احنا التحكيم المصري طول ما هو كويس كره القدم المصريه كويسه، بيرفع من شان كره القدم المصريه. فباذن الله القادم يكون افضل باذن الله للتحكيم المصري باذن الله. أستاذ محمد، من وجهة نظرك بكرة هنشوف في مؤتمر الصحفي لتقديم كابتن حسام وكابتن إبراهيم وبقية أعضاء الجهاز الفني، هل سنجد كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد متواجدين؟ والله طبقا للي احنا شفناه في الأيام اللي عدت إن معظم الأعضاء ما كانوش موجودين، كان عدد غير قليل من الأعضاء مش موجودين. كابتن حازم ما كانش موجود، كابتن بركات ما كانش موجود، كابتن عامر حسين ما كانش موجود، اكتر من حد. بس في النهايه المؤتمر الصحفي لا يتطلب وجود اعضاء مجلس اداره بالكامل اعتقد، يعني في النهايه ممكن يكون رئيس اتحاد الكره موجود او حد ممثل ليه او نوب. المهم المؤتمر ده معمول للجهاز الفني عشان يتكلم على رؤيته وطموحاته وخطته واهدافه، ويجاوب على الاسئله السهله والاسئله الصعبه والاسئله الحساسه، واللعيبه اللي هيقودها واللعيبه مش هيجيبها، ونوعيات اللعيبه اللي هيعتمد عليها، وطريقه التفكير وعلاقته بالجمهور. اعتقد محتاجين كابتن حسام يوضح لنا ده خطته لغايه 26 ايه، كاس الامم الافريقيه اللي جايه خلال سنه في 25 المفروض الهدف منها يعمل فيها ايه. ده اعتقد ده الهدف الاساسي من المؤتمر. اصل احنا مش 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 جايين نتعرف على كابتن حسام حسن، احنا عارفينه وحافظينه وعارفين جهازه. هنتكلم على طريقه لعبه واداره المباريات. الجزء الاهم في شخصيه كابتن حسام هو الجزء اللي الناس كلها متخوفه منه، الناحيه العصبيه والتوتر اللي هو بيبقى فيه هو كابتن ابراهيم ومعاه كابتن سعفان، بتبقى فيه مشاكل وازمات كتيره جدا. ازاي هتعامله مع المنتخبات بالشكل ده، ان انت مش في نادي هنا ولا في الدوري المصري، انت بتتعامل مع دول وهتبقى في بطولات وهتبقى في احداث، عمليه ضبط الاعصاب، الحاجات دي كلها اعتقد محتاجين توضيح لكل ده. ده اللي اعتقد المفروض المؤتمر الصحفي يجيب عن كل التساؤلات دي. كان هناك كلام عن رفض البعض، ولكن بعد كده في كلام اخر على ان كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد كلموا كابتن حسام. طلعوا كده انه كابتن حازم امام وكابتن بركات باركو ومش عارف ايه والكلام ده. طلعوا ولا كلموا؟ لا كلموه يعني، كلموه بباركولو يعني. لكن هو برضه في تصريح اعتقد شفته الاستاذ جمال علام بيقول ان كل اعضاء الاتحاد هيبقوا موجودين في المؤتمر الصحفي بكره. يعني عاوز اقول لك على حاجه، يعني اذا ما كانش هناك دعم بالصوره الكامله وحتى يعني على الواجهه زي ما بيقولوا، يبقى الامور يعني تبدو وكانك بتفتح باب للقيل والقال في فتره من الدنيا. كنت لما جه فيتوريا كله وقف ودعم وقال لك مشروعه وهنعمل وهنسوي، لما جه عند المشروع ما لقيناش حاجه. ماشي، ما لقيناش مشروع، ما لقينا المشهد اللي انت شفته مشهد مربك ومرتبك. والراجل ما عادش يعني ما قدمش حاجه بالصوره اللي انت تقول عليها، بدليل الكلام اللي قاله المدرب المساعد المصري كان في الجهاز، قال لك ده التكتيك ده يمثل 10% في الكوره، دي مرحله جديده برضو في التدريب. اللي هو نسي حاجه انه المدرب المساعد في فريق كوت ديفوار هو اللي خد البطوله. أيوه. يعني مش كده ايميريس فايه هو اللي خد البطوله، ده جه كده ملوش غير 8 سنين شغال في التدريب، يعني مش ملوش 50 سنه. فاللي انا عايز اقوله انه الاعضاء مجلس اداره
وكل واحد عنده برنامجه وبيقدمه بقى في على الشاشة وبيطلع يقول المرحلة الجاية. لا وجودهم الحقيقة بكرة. لا لا طبعا وجودهم أنا بغض النظر وجودهم خلاص القرار صدر والدنيا خلاص استقرت، لكن عاوز أقول إيه، نحي أي شيء واطلع وجه الجمهور بتاعه واللي في نفسك وبقى شيله في نفسك، انا مش مطالب اللي في نفسك ما يعنيش اللي جواك ايه، اهم حاجه انك انت المشهد العام كلكم دعم لحسام وابراهيم، وبقول للكابتن حسام انه بكره لابد انتهي جيدا ان عندك صفحه جديده لازم تتفتح مع الاعلام، والعلاقه مع الاعلام بيكون هناك تواصل وتقبل النقد بصدر رحب بصوره كبيره جدا، وعليك ان تعي وتتعلم من الاستاذ والراحل الكبير كابتن محمود الجوهري، تحمل بما فيه الكفايه، ولم نسمع يوما من الايام انه طلع هاجم او قال او عمل حتى لو كان الكلام بيحصل في الغرف المغلقه، وده لا يعنينا لكن قدام الواجهه احترم الناس، فانت مطالب الفرصه جات لك ربنا يعني كافئك بدك الفرصه، في عليك يا تاخدها وتدي صوره مغايره، وانا بقولها لك وفرصه عمرك، يا اما انك انت هيكون النتيجه والمحصله يعني ازمه كبيره وصدمه كبيره بالنسبه لك، لكن الناس كلها حابه، عاوز اقول لك حاجه، جزء كبير جدا من الناس حابه ان حسام ينجح وحابه ان هو يقدم صوره، لان عاوز اقول لك على حاجه، بطل افريقيا السنه دي مدرب وطني، بطل افريقيا السنه اللي فاتت مدرب وطني الي سوسيه، بطل افريقيا السنه اللي قبليها جمال بن ماضي مدرب وطني، يعني عاوز اقول لك ايه، يعني المدرب الوطني هو الاقدر للتعامل مع ابناء جلدته، مع ابناء بلده، ما يعرف ازاي يطلع كل الامكانيات اللي جواهم، يعني عاوز يعني عاوز اقول لك ايه يا جماعه، مش عاوز اقول مش كيمياء، لا والله ما كيمياء طبعا، والله في الشغل ده اداء جماعي وكل واحد بيأدي دوره، اهم حاجه كنت تملك فكر ورؤيه ايه يعني يعبر ويقول انك عندك حاجه بتقدمها، عندك حاجه انت اتعلمتها على مدار السنين عاوز تشوفها، يعني مع الروح والحماس لازم يكون في اداء فني عالي جدا داخل الملعب وفي شغل، وده الكلام ده مش هيجي النهارده غير بانك انت ثبت تشكيل وشغل فني احنا مش هندخل فيه، لكن عاوز اقول على المسؤولين في اتحاد الكوره انه يستغلوا، انت عندك النهارده ما عادش عندك وقت، مباراتين في كاس العالم، عندك كمان تصفيات كاس العالم بعد كده، كمان الاتحاد القطري النهارده اعلن رسميا عوده انطلاق كاس العرب في النسخه الثانيه الجديده برعايه الفيفا في ديسمبر 2025، هيضيف عليها كمان البطوله بعد نجاح البطوله الاولى، شايفين انه مشهد، طبعا انت شايف حجم الملاعب والتطور، وشفنا كاس اسيا والشغل اللي عملته قطر بامانه، وطبعا شافوا النجاح اللي عملته البطوله العربيه الاولى في الحضور الجماهيري والاجواء الحماسيه والشكل ده، فطمعت الاتحاد خدت ان هو يستمر في اقامه البطوله، فانا عاوز اقول ايه؟ انا بقول لك اهو عندنا فرصه وعندنا خطوه ان احنا نعيد الحياه مره اخرى للمنتخب الوطني بايه؟ بزراعه وطنيه. فرصه كبيره جت لحسام حسن، نتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويكون التوفيق يعني والنجاح حليفه باذن الله تعالى. استاذ محمد، هل النادي الاهلي يوجد به اساطير؟ الاهلي اساطير، الاهلي ملك الاساطير. وما هو المقصود بالاساطير؟ النجوم اللي ليهم بصمات كبيره جدا، اللي بيشار لهم بالبنان، اللي عملوا حاجات كبيره جدا. لكن طبعا في اساطير وفي نجوم وايضا قامات كبيره جدا. ما اعرفش حاجه، صحح لي برضو، المقصود بالاساطير الاسطوره اللي ما بيبقاش عليه اختلاف حتى من الجمهورين، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك او جمهور الاهلي واي جمهور اخر. يعني عمرنا ما سمعنا كابتن محمود الخطيب بيتكلم عن اي من اي جمهور في مصر غير جمهور النادي الاهلي بشكل مش كويس. عمرنا ما سمعنا كابتن حسن شحاته بيتكلم عن الجمهور غير جمهور الزمالك بشكل مش كويس. فده بالنسبه لي وجهه نظري، ما اعرفش هل ده صح ولا لا. انا شايف هي كلمه اسطوره مبالغ فيها، لكن ممكن ناخدها سنها كحاجه خياليه او حاجه خارقه يعني في الامور، لكن الاسطوره او النجم لابد ان يكون طبعا قبل الموهبه الكرويه والفنيه والكوره يكون عنده اخلاقيات، عنده أيوة. ادبيات، عنده قيم، عنده مبادئ، عنده احترام، عنده اصول، عنده ما بيغلطش في حد، ما حدش شاف منه غلطه، طبعا جل من اسوء يعني او يخطا، لكن في النهايه بيبقى ملتزم جدا ومنضبط طول حياته، فالناس بتعرف ده. يعني مين اللي اختلف زي انت بتقول على الاسماء اللي حضرتك قلتها، كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الخطيب اللي موجودين في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك، رموز وقامات كبيره جدا، وغيرهم الكثير والكثير من الاسماء الكبيره جدا، بس دول كان نموذج موجودين معانا، ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. ف موجوده بشكل كبير جدا سواء في هنا او هنا. ليه اي حد عايز ياكل عيش يا استاذ محمود دايما بيبقى الغرض او الهدف الرئيسي في كلام اي حد، اي حد، اثاره الفتنه و لا النادي الاهلي والنادي الاهلي النادي الاهلي، هذا الامر مش من فراغ. اوكي. وتشعر وكانه مخطط شيطان، بمعنى مخطط شيطان تم حبكه بصوره او باخرى
محاولة النيل من النادي الاهلي مش من دلوقتي، على مدار 6-7 سنين. انا مش عارف اطولك دلوقتي، احاول ان انا احذفك بالطوب عشان اكسر الواجهه بتاعتك عشان اشوهك. فبلجا الى ايه؟ الى التشويه والابتزاز الرخيص اللي انت شايفه. وهنا بتلعب حاجه مهمه جدا، التربيه والاخلاق وقله الاصل. خلي بالك، ده انت المفروض دخلت في بيت وتربيت فيه واكلت عيش وعملت ولبست وعشت، وفي الاخر مثلا ما حصل لكش نصيب تستمر فيه، يتوجب عليك صيانه العيش والملح انك انت حتى عندما تتحدث عن المكان اللي انت كنت فيه تتحدث عليه بادب وباحترام. يا اخي انا مستغرب بامانه شديده، وحاجه تحس انه فيروس منتشر بصوره كبيره جدا. لم ارى ولم اشاهد لاعب ولا لاعب من النادي الاهلي يتحدث عن المنافس بصوره باخرى، ما شفتش يعني، قليل جدا. ده يوم احمد بلال، لما احمد بلال طلع اتكلم بس كلمتين كده عن مصطفى محمد، الناس نفسها زعلت، ما استحملتش. ما بالك لا وبلال يعني متكلم فنيا، ما تكلمش اتخذ منه، ما تكلمش ما طلعش. لا يعني احمد بلال بحكم ان هو كان مهاجم مميز، ما تكلمش بصوره جرد، اتكلم على اداء فنيا، وفي الاخر طلع قال لك انا كنت بتكلم وعايزه افضل، وده اصبح هو تطور بتاع. لكن انت المشهد يعني عاوز تاكل عيش داخل نادي الزمالك، عليك ان تتفنن في الكذب والادعاء والتسويف ومحاوله تشويه النادي الاهلي. زي ايه؟ اصله المنتخب ما ضمش عبد الله السعيد عشان ياخد امام عاشور، اصله في حد جوه فرض امام عاشور. طب عاوزين نعرف مين؟ انت خليك يعني صادق في كلامك، اطلع قول لنا مين هو اللي فرض امام عاشور، ها؟ اللي هو الناس كلها طلعت قالت لك ده افضل واحد كان في صفوف المنتخب في المباراتين ثلاثه اللي لعبنا، يعني في المباراتين لعب يعني كان امام عاشور ده حاجه يعني ايه مجامله يعني. لا ما انا بكلمك، لكن انا حزين على حاجه، انت تعطي قيمه لمن لا قيمه له يا كابتن سام، وانا قلتها لك قبل كده. انا حزين جدا انه الناس اخذت الكلام ده اللي حصل النهارده من احد اللعيبه اللي كان في الاهلي من يومين، واتعمل عليه فيلم وهيصه. يا جماعه اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي ها بيتحط على ايه؟ على الرقم واحد. يعني عارف هيتكلم عن النادي الاهلي لو اتكلم ايجابي عن النادي الاهلي، هناك برامج مقدميها ورؤساء تحريرها بيشترطوا على الضيوف الرقم واحد هو مهاجمه النادي الاهلي ومحاوله النيل منه. بل بالعكس، هناك مقدمين برامج على الهواء رابطين مع مقدمين برامج في قنوات تانية، وبيبعتوا لبعض الرسائل بيقول له اعمل كذا وهاجم فلان واتكلم على كذا. ها؟ وهناك من يشترط عليك رقم واحد كيف تنال من النادي الاهلي. هو مش شغله ان هو يبص على ناديه يطوره ويشوف يكون افضل يعمل. لا، انا هدفي ان انا ازاي انال من هذا المكان واحطمه واشوه واطلع فيه كل حاجه سلبيه. هذا الامر لم يتوقف عندنا في الداخل، لا ده امتد للخارج كمان. لناس فاشله وما لهاش تاريخ، ولا كورتها لها تاريخ، ولا حد يعرف عنها حاجه، جايه برضه ترمي بلاء علينا ومحدش يعرفهم. فلما اتكلم عن النادي الاهلي اتعرف ماشي، فبقى يعمل مداخلات وبقى يتكلم يتعرض. يعني عاوز اقول لك ايه، اصبح الاهلي في مرمى كل واحد عنده مشكله ما قدرش عليه في الملعب، عاوز يطلعها فين؟ على الشاشه. ما قدرش يكسبه في الملعب، انا ما قدرش يكسبه على المستطيل الاخضر، فما قدرش يكسبه. فهطلع اكسبك فين؟ اكسبك فين؟ اكسبك في الكلام، هتضايق عليك واقول زي ما انت عايز، هقول واشوه فيك من النادي الاهلي، عاوز ترد على كل واحد. لو انت اشتغلت وترديت على كل واحد مش هتاخد خطوه لقدام. انت قافل مدانك ومحاطط نصب عينيك ماشي، بتكمل وبتدور على هدف واحد، انك توصل بسفينتك لبر الامان. عشان كده سبحانه وتعالى بيكرم، عشان كده ربنا بيوفق. لما انت تركز في نفسك وتحاول تصلح من اخطائك وعيوبك، بيكون نتيجتها ان ربنا يكافئك. فعليك انك انت تسير على نفس الدرب، على نفس الدرب اللي انت اتعلمته. دعهم يقولوا ما يشاء. واتمنى من جمهور الاهلي يا جماعه ما تدوش لمن لا قيمه له قيمه، انت بتدي له قيمه بانك انت تدخل وتشاهد وتتفرج عليه وتعمل له. شوف هو قال ايه، بيحس بحاله زهو لما يشوف عدد المشاهدات واللايكات او حتى في التعليق او مش يعني ايه بتحصل. لا ده انا حققت اللي انا عايزه، انا وجعتك بقى ضايقتك. فالكلام ده لازم يتحول بصوره اخرى، ان انا لازم اوجعك واتعبك في الملعب. يعني عاوز اقول لك ايه، انا لا يعنيني هذا الكلام، انتصر في هذه البطولات الوهميه الكلاميه المزيفه، ولكن البطولات الحقيقيه لها رجال
على المستطيل الاخضر. أيوة. هم رجال النادي الاهلي، عليهم ان يعبروا بصوره اخرى ويردوا على هؤلاء بالاخلاص والعمل لاسعاد جماهيرهم الوفيه وتقديم افضل ما لديهم. طيب. لكن انك انت تاخذ من الكلام ده وتقعد تعذب في نفسك، لا، خلي كل واحد يقول، لانه في النهايه وفي الاول هناك عقل للجمهور والجمهور واعي ويفهم. وانا بقول لك دائما ما بتلعب قله الاصل وعدم التربيه والاخلاق انك تنكر كل من قدم لك معروفا او ساعدك او ساندك، فلما تجي لك الفرصه انك تحاول ان تشوه وتقول ما غير الحقيقه، انا بقول لك اهو هنتفرج وسنشاهد الايام المقبله كل من نال ويحاول ان ينال من النادي الاهلي هيحصل له ايه. استاذ محمد، مباراه مهمه امام شباب بلوزداد، النادي الاهلي سافر النهارده، مررنا وسافرنا، بكره تمرينه خفيفه بعد المباراه، كيف ترى هذه المباراه؟ لا طبعا مباراه انا بعتبرها مباراه صعبه ومباراه عصيبه. ليه؟ لان الاهلي جاي من فتره غياب عن المباريات الرسميه، اخر مباراه لعبها الاهلي تقريبا في 28 يناير اللي هو السوبر المصري مع فيوتشر اللي كسب 4-2، اكتر من شهر ونص الاهلي لم يلعب مباريات رسميه، فدي اعتقد تخليك انت مش شايف المستوى الحقيقي بتاع النادي الاهلي. اللعيبه كانت بتلعب مع جنوب افريقيا، اللعيبه كانت بتلعب مع مالي، لعيبه في تونس، لعيبه منتخب مصر، كانت اللعيبه مشتته بشكل كبير جدا، ما كانوش متجمعين مع الجهاز الفني. تجمع حصل في فتره وجيزه الفتره الاخيره بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، فاتمنى ان الفريق يكون محافظ على المستوى اللي احنا كنا عليه قبل كده، ودي بتبقى عمليه صعبه يعني. فالمباراه صعبه جدا لانك انت مش عارف مستوى دلوقتي راجع ازاي، هل راجع بنفس الشكل، راجع بنفس المستوى، راجع بنفس القيمه، لكن مباراه قويه جدا ومباراه صعبه جدا خصوصا مع الفريق الجزائري على ارضه وسط جمهوره وهو محتاج النقاط دي، فهتكون مباراه ليس سهله على الاطلاق بالنسبه للنادي الاهلي. اتمنى النادي الاهلي يعني يخرج منها بنتيجه ايجابيه ان شاء الله ويحقق هدف مطلوب ويتقدم في مشواره في دوري الابطال اللي هو بطولته المفضله دلوقتي، يعني زي ما الدوري المصري الحمد لله بطوله الاهلي المفضله، بقت دوري الابطال بطوله مفضله، بقت الجماهير النادي الاهلي دلوقتي بتعتبر دوري الابطال زي الدوري المصري، بتنتظر البطوله. صحيح، بتنتظر البطوله، بقت حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم، لان وجودك طبعا في بيوصلك المحالف العالميه. الحمد لله طبعا الاهلي ضامن الوصول للمحف العالمي القادم في 25 خلاص بشكل اساسي، فنتمنى ان الظروف تساعد النادي الاهلي واللعبة تكون جاهزه فنيا وبدنيا ومعنويا خلال المباراه دي وتحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. في ظل اصابات كثيره جدا وظروف مختلفه زي ما الاستاذ محمد قال يا استاذ محمود، عدم التجانس سيكون عائق من العوائق اللي بيقابلها النادي الاهلي خلال هذه الفتره من اصابات ومن سفر ومن عدم وجود معظم اللاعبين؟ طبعا مشكله انه من فتره 44 يوم انت واقف 44 يوم، حتى لو رحت يعني لعبت عملت دوره وديه وبره وسافرت، لكن برضه مشكله. لكن برضه اتمنى انه يعني تلعب خبره كولر مع العناصر الموجوده في انك تخرج بالمباراه الى بر الامان. يعني ما برضه المنافس برضه عنده نفس المشكله، مش مشكله الغيابات برضه، انه ليه فتره برضه ممكن يكون ما بيلعبش، ما اعرفش هل الدوري الجزائري كان شغال ولا لا في الفتره دي وكملوا بعدين. لكن عاوز اقول لك شغالين بقالهم 10 مباريات. هتبقى مباراه حماسيه على فكره وجمهور حماسي، انت عارف احنا يعني عندنا الخبرات اللازمه، نعرف نلعب كويس جدا مع يعني اشقائنا في الجزائر وتونس والمغرب، عندنا برضو العناصر المميزه. طبعا مش عاوز اقول العباره الدارجه انه الاهلي ما بيوقفش على حد، انه اي 11 لاعب بيكونوا قادرين، لكن برضو تبقى عندك العناصر الاساسيه موجوده ان شاء الله يكون الثقه كبيره جدا في الموجودين وليهم كل الدعم. مباراة يعني زي ما قال الكابتن خالد جدار الله، مش 3 نقاط، مباراة 6 نقاط، مباراة صعبة ومباراة مهمة، لأن عندك مباراتين ورا بعض برضه، خلي بالك دول يحددوا مسيرك في البطولة. لازم على الأقل إنك أنت تخرج بنتيجة إيجابية منهم، لأنك أنت عندك آخر مباراة هتبقى مع فريق يانج أفريكاز بس هي في القاهرة. يعني شفنا يمكن شباب الوزاد عمل معانا مباراة كبيرة جدا في مباراة الذهاب، وكان مفاجأة بأمانة شديدة، وكان يعني كان أفضل بدنيا هو تفوق، لكن رغم انك انت في اضعت كميه أفضل بدنيا عالي عليه بفتره، لكن رغم انك انت تفوقت فنيا واهدرت عدد من الفرص الغريبه جدا خلال المباراه، ودي مشكله ظاهره وبتكلم عنها كولر، بيحاول يعني ايه، محتاجه تدريب اكتر، محتاجه شغل اكتر على اللعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى تكون حاضره روح الفانله الحمراء في المباراه دي، يكون اللعيبه عندهم اصرار ان هم ان شاء الله يرجعوا، لانه جمهور الاهلي متعطش نشوف فرقته اللي غايبه عنه في فتره التوقف الكبير جدا، وان شاء الله تكون مباراه كبيره
للاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى من جمعه. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا استاذ محمد القصي. شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا النهارده. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.